يكفي عذاري تعبت. هذه اغنيه مدري ايش. دقيقه انا قاعد ربي في مشكله. تعبت تعال وخلات تغلي والعتب والمشاري. تعبت يكفي عذاري تعبت. شوفوا كل ما ارسل شخص جرف والله عندي مشكله, بس الظاهر انه في تحديث. حاولني يخش علي احد, ثواني بس. يعني كلكم اكتبوا حروف, اكتبوا اي شيء اي شيء كذا بسرعه بشوف. اذا دز بسرعه ما في مشكله, اذا دز بسرعه ما في مشكله. تعبان كل عمري وزين دار, وين اللي واسيني حتى الفرح ضيعت عنه. انا مليت انا مليت, عذبني حالي حسبان الناس عايش ابان. مين هذا اللي مجبك لابس اصفر, قصدي شعر اصفر؟ لا ما يضحك. مين مين ما يضحك؟ مين شبيك حلقك انعوج؟ مين انت مين انت؟ مين هذا اللي بجنبك المزة؟ ما انت تتوقع سندريلا؟ سندريلا صد؟ ما انت تتوقع جدر اختك الكي. امك امك بالله امك والله امي احلفنا امك والله امها. قلت له والله امها يقول ورب الكعبه مقلب. قل والله انه مقلب مو مقلب قصدي. لا والله مو مقلب مش مقلب. يعني كيف ام اصغر من بنت؟ هذه ما صارت. بنغاليه عندكم؟ بنغاليه عندكم؟ لا مش بنغاليه, بس هو صدق يعني هي امي. ممكن تخلينا مع خالتي على انفراد؟ وشو؟ أنا قصدي أمك تخلينا وياها على انفراد. موضوع خاص. أيوة بليز. سعودي قاعد راحة سعود. مصخمين يا مصخمين. آية جيبي آية جيبي موية. آية جيبي موية بسرعة, بكلم أمك في موضوع زواجي. عطشان عطشان سعود, تريد موية؟ خذ لك جيبي قهوة. جيبي آية روحي. شو تريد؟ بكلمك في موضوع خاص براسي وراسك بس. بيننا خاص. عبي سعودي قاعد راح. خالة والله ما قاعد أسوي شيء غلط, بس أنا بيني وبينك موضوع يخص بنتك آية. بس أنت عندك مدري كم باللايف الحين, تبقى آية تقوم يا مسكينة ما جيت غير على آية. طيب آية روحي. آية آية بليز روحي. آية خلنا نتفاهم بليز. آية لا تروحي. ألو ألو التليفون. خالتي عيون خالتك عندك ماسنجر؟ لا. واتساب؟ لا. هذول هاي البرامج ما تطيق. افتح لك رقم الحين, ادق على ستي سي اقول نزلوا رقم جديد. تلعب روحي من هاي البرامج. ما تلعب روحي لو من شفتك روحي تقطعت. هذا الوجه بنت سي وجهها خايس. بدل ليش ما جبت وحده زيك يا خاله؟ منو؟ وشو؟ مو ولا شيء, ما قاعد اقصد شيء. انت ايش فيك تدور المشاكل؟ انت ايش فيك تدور مشاكل معي؟ وش فيك انت مو قاعد؟ انا خبر الواحد يشبك البنت ما يشبك الام. امك طلعت احلى منك, هذه المشكله يا اخي. دائما الام احلى من البنت. لا كذب اللي قال كل لا والله وتشين امك ما شاء الله كل ما كبرت صارت صاروخ ارض جو ما شاء الله. اي والله صادق, هذا الصاروخ اللي عند بوتين اللي بيهدد فيه العالم. لا ايوه حلوه ايوه حلوه ما شاء الله عليها. ماك شايفه ليش تحكي على ايو يا سعود؟ بنتك صاروخ ثاني, بس انت بنتك صاروخ ابو طقه. انت صاروخ اصلي. ابو وشو وشو وشو
شوف عيونك انت اللي مش مبينه كذا. عيوني حمر انا لاني سهران. ايوه احكام صلخ على عليك انت آية، بس امك ما لها صلاح. اقول على صدام وحكام صلخ وعليك انت. يلا ايش فيك انت؟ ما انت شايفه ابو ضاي بعينك؟ ما انت شايفه فنانين قدامك؟ ها الدنيا سبهله له الموضوع. كيني ميني تحسبينه خط لزق؟ سعود سعود لبيه لبيه يا قمر ما الزرق. شاء الله الله انت سعود ما جبتي غير واحدة. ها سمي يا لبيه سمي. اسعود سم الله عدوينك سعود تفضلي لبيه. سعود اريد موال. بس موال ولك اجيب لك سعد الحلي تتكب جنبي الاول. يا عمري يا حمام الدح ولك والله خلي حمام القريات لو تبين. ايش في الوضع وقت يلا سعود يلا بدعتي عليك. بس انت تبين حمام طريف، حمام زاجل خليه برومينا عندك اغني لك اياه. الله يسعدك والله ادري كفو بدول ما عمرك. شاء الله الدول شارك الاصفراني لك يا قمر يا زمان. اسف اسف ايش فيك؟ عادي اشوفك يعني عادي الوضع يعني قاعد عادي. عاقل قاعد عاقل قاعد عاقل قاعد عاقل قاعد عاقل ايش فيك انت يا آية؟ أنا ما أبي يا أشياء. حمام حمام الدوح الساكر سعود يا حمام الدوحة وش مالك تون يا حمام يا حمام الدوح وش مالك تون انت ربع اللي ونيت مو بس انت اليمر بيك الحزن انا حزن من الصغر ربيت الله يا يسعدك حمام الواح. سبحان الله مو بس انت اليمر بيك الحزن انا حزن من الصغر ربيت. كفو والله صح لسانك. عيال الكبس اللي ما يكبس ترى زعلان عليه. بس دقيقة يا خالتي بجيب لك بجيب لك كاسة شاي ولك كاسة شاي. اوكي شو قال؟ قال بجيب كاسة شاي. شو تردين اسجل؟ خلاص شفت الثلج جديد؟ عوف الثلج عوف الثلج وعوف جايز الرجال. غششوني اريد اسئلة اسئلة غششوني تعالوا اكتبوا لي شنو اسئلة. خالة عادي تشربين دبس ولا موش عادي؟ شو اشرب؟ شاي دبس دبس محروق مرة. دبس ما عندنا شاي دبس. خالة المفروض انت تصحين على فراولة تاكلين فراولة الصبح تنقنقين يا بيض عم والسوالف هذه ما تاكلين انت المفروض ما تاكلين بنتك تاكلها بس. وانت على وش تفطر عند الصباح الاخر كيف؟ انت انا افطر سبدة كلب ايش دخلت انت؟ موضوع بيني وبين امك تدخلين تمام؟ اوكي خالة اخر بعطيك قوانين صارمة ايوه اوكي؟ اوكي الصباح تفطرين حبتين زيتون، والله العصر سلطة فتوش، في الليل يا ريت اقدر في الليل كبة لبنية، غير هيك ما عندي خلاص. ماكل اكل عراقي. ها؟ ماكل كليت اكل عراقي. فعليك فعليك اوفا اوفا شنو اكلت؟ بقدونس جرجير وش اكلت؟ دولمة. اقول لك عراقي تقول لي بقدونس جرجير. ليش ما تاكلون انتم ما تاكلون بقدونس؟ الا لا بس مو اكله عراقيه هذه عادي بالمجتمع كله. كليت باجة ما شو اسمه هذه باجه باجه كتبوله قاعد يكتبوله هم باجه باجة باجة. قوم يسوي لنا باجة خلينا انفراد ايش رايك؟ الله ذبحني وهو الانفراد. تقعد راح اسمع تقعد الباكر عبالك والله تطلب 10 دقائق الباكر هذه لها يومين تطبخها. ولك الباكر داخل معنا قست ايش فيك انت؟ ولك فديت اللي يبتسم يضحك ولك جعل ما يضحك غيرك انت بالدنيا بنتك ان شاء الله تضحك 6 طقاق انت تضحك لحالك. لك طقك انت 700 طقاك وش فيك انت؟ انت ايش فيك تغارين من امك؟ حد يغار من امه؟ لا امك قال نصيب واحد عمره 19 سنه في هذا احلى من نصيب كذا يا خاله.
جددين شبابك يا خالد، جددين شبابك. الله يجيب يا ولا عم جددين شبابك. بن ناصر يا بعد راسي، بن ناصر هذا، بن ناصر صديق. خالتك فين سنابك طالب ستار؟ شو تريد؟ وطي صوتك، وطي صوتك. سجلي سجلي عندك 050 8 4 8 6 6 1 6. بسرعة لا تجي قبل خبلة بنتي. اسوي لك دور من عقب. خالة انت ضيفيني ونتفاهم بالخاص. خالة يا الله، خالة مع الله راحت. راح انا ما احكي خاص، هاي السوالف عفه منك. ما عاد تبرين ولدك يا اخي، على الاقل اسولف معك الصبح اروق. مثل ولدي. اوكي خلاص لا تزعل. بجيب لك عدس ومربى وحمص الصبح. والله انا والله اجيب لك، اجيب لك جيمر، اتريق جيمر ورب الكعبه، اجيب لك فوال فصول اربعه احطه قدام بيتكم. ما ادري شو تجيب لي. فوال فصول اربعه احطه قدام بيتكم. حمود اللي في شارع شيرين الاول احطه ورا بيتكم. اخليك تصدين ورا تشوفين فوال، والله تصدعيني قدام تشوفين فوال. وافتح لك مصلخ لحم قرود وجميع الحيوانات الديناصورات جنب بيتكم يمين، تاكلين لين يطق راسك. ما شاء الله، انت تريد تضرني لو تفيدني هسه يطق راسي. بالعكس، اللي يعجبك يكون قدامك. ابى اسوي لك بوفيه مفتوح بحارتكم. اه والله كفو ما تقصر، ادري بيك انت خوش ولد. ترى انت مرتبطه. خال انت مرتبطة. اوكي زين سعود، وبعد شكو ماكو؟ بس جاوب على السؤال يا خاله. اقول لك خالة خاله اصكك ارضخني بالكاس، اقسم بالله افقع عين، اخلي عين عين كاسه وعين عين اصليه. ايوه جاوبي على حق، قال لك محترم. انا محترم بالعكس. لو تبين اصب الكاسه دي على راسي احترام منه وتقدير الاخوان لا لا المسلمين. ما نرضى عليك. ولا ارضى عليك يا خاله. الله يسعدك يا رب. ترى جد والله انا هواي احبك واحب صوتك، من متابعينك ترى. ترى قريب جت وقت غلط لين دخلنا موضوع كويس جد. نعم. وشو شو؟ روح سوي دولمة، سوي بيض، سوي مسلوق، سوي أي شيء، طبخي دبشي، رقي. أنت السالفة دي تعرف شكله احكم عليه غني يطش شعر ولا خبلتوني. هو الفايز، استحق اطلب منه شيء. أي على شنو تجين آية؟ شكله طلب اغنيه طلب شعر استحي، هو فايز عليه اطلب منه. يا والهين يا والهين يا والهين، انا الشقران يا والهين يا الشقران، في عيني اليمنى في عيني اليمنى من الورد مستال، في عيني اليسرى عجاج السنين. في عيني اليسرى عجاج السنين، وفي عيني اليمنى من الورد بستان. ويلي يا ويلي يا ويلي يما يا ويلي. عاش 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 صوتك يا صوت. الله يعيشك، معزوم على اخي تفقع. سعود هيك بالصوت تحسيه عراقي، صوته صوته كثير خامة صوته كثير قريب على العراقيين. ايه مطربين حدين خاله في الدبل، ما تشوفين اسد يركض؟ وين؟ الدبل حقي. اوكي ان شاء الله تستاهل والله انت. مو غمضي 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 آية، امسكي عيون امك بسوي لها سبرايز. وشو؟ 110 110 110 الدبل 110 110. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. شوفوا وشو؟ أدري فيه. والله ترى جدار ها؟ ها؟ شو اللي ها؟ خالة غطت عيونك وتقول سعود أحبك أحبك، قلت ما يصير، غلط الكلام هذا. لا ما غلط. أعرف. أحب حب عادي، حب فطري. حب فطري؟ حب فطري؟ حب على الفطرة. حب فطري قال. على الفطرة قصدي. دبل! شوفي شوفي خالة راح تشوفين أسد يركض الحين، من هنا يركض.
تستاهل والله، بدل الأسد 10. والله أقسم بالله يا سعود مو قدامك، والله خلي عن الجد يعني المسخرة، الجديات والله إنك أكثر واحد تستاهل من دعم من كل شيء، من محبة والله العظيم. أنت مو قدامك والله. من سناب ابو علي حلو صوته كثير. درين خاله انا بالنسبه للظاهر والله يستاهل. درين خاله ترى انا انسان اعثر واطلع واعثر واطلع، جيني دروبات اعثر واطلع واعثر واطلع، قصدي اعثر اطلع اي كذا اطلع فوق اعثر اعثر اطلع اعثر اطلع من نفسي، ما احتاج احد يساعدني، معي رب العالمين وبس. معك رب العالمين تروح نعم. سعود كلنا طحنا وطلعنا طحنا، بس ان شاء الله باذن الله ان شاء الله مع الايام طحنا طلعنا. انا من عرفتك كنت حظك طايح، واني من عرفتك حظي طاح بالزايد. شكر الله هذا الشكر الله. دي اللي طاح في الزاويه، انت مخططه للموضوع هذا وشو؟ شنو؟ انتم وين ساكنين في الامارات خاله؟ دبي. أدري وين يعني في دبي، يعني وين بي حي؟ دبي شارع الشيخ زايد؟ لا أدري وين يسكن بشارع الشيخ زايد. خير ليش مو مش هو حق سكن؟ لا شو مش ود بدانا على شارع الشيخ زايد. أجي وين ساكنة؟ ما نقدر نصرح شيء عشان بكرة تشفين أفل وتفر على بيتكم. أيوة ايوه دريني خاله. متى اخر مره جيت دبي؟ قبل اسبوعين. اخس وانا ما ادري. شفتي خاله قايل لي قبل شوي تقولي احبك، ما تفهمين يا خاله انت. محشومه محشومه محشومه، بس بنتك قاعده تلطشني. منو عايز تلطشك؟ مو باين. ليش مو باين علي الجمال يعني؟ لا بس ما تلطش. آية تستحي. والله أنا تستحي يا خالة، والله أنا متربي أحسن تربية. هسه بعد ما جلدتني جلد في الكلام. دقيقة دقيقة دقيقة. بالناصر هذا الاسد اللي كلمت كذا، بس تاخر شوي وياخذ فتره. ايه شوف استني هسه الحكم الاول. تعال تعال تعالي. ايه سداون بليز سداون غلطي شقر قليلها. الحكم الأول كنكم حلوة كنكم حلوة كوكولا ذاك ونص دلون. الحكم اسمي حلوة بيبسي، حلوة بيبسي تعرفتوه. الحكم الأول آية تعلقين في ثريا. الحكم الثاني تسوين بيضة. الحكم الثاني تسوين الخالتي ميك اب ارتست، عندنا ما تحتاج تسوي ميك اب ارتست. وشو الحين الحكم الرابع؟ تصطك خالتي تسف طراق يخلي عينك تطوط، قصدي اذنك تطوط ويطلع صوت من اذنك اليمنى الثانية. ماما شنو؟ تمام شكرا عيالتك فون بيفضل. شو الطاش هو اول حكم؟ اول حكم متعلق بالتري. قلت لا وش شو وش كيف اجيب لك تنتي اجيب لك تنتي اجيب لك واحدة ملطخة ببديل الالماس. ها من سوق الصيني. قد كلمتك خالة باين علي اني مشتري، يعني صحيح اني مو ثري يعني، بس يعني اقصد مو باين علي بس اني ثري. اخلاقك ثرية اخلاقك طبعا. تشترين البيع نمزي. حكم ماما شنو عشان تطقيني كيف؟ هذا هو اسهل حكم. لا يا تكفون ضيف الدعمين والله تكفون، لا انتو كلكم اضغطوا على حقة الجولة ضيف الدعمين. شوف ها حكم هذا كيفك خالة؟ ما توقعت كيكو خطية خطية. والله بخير يا سامي بعد روحي، شلونك انت؟ وش تبي تبي خالة؟ طيب
خالة هلا. أنا الحين لازم أطلع، جوالي فيه 91 بيطفي، اوكي أبي أطلع وأجيكم إن شاء الله بكرة. طول عمرك، تشرفنا شرفت فيك فيك يا سعود. سناب في البايو يا خالة، قاعد راح تقول لي خالة أصكك في ايش صكم منه؟ قاعد راح سعود. ايش فيك انت خالة؟ تحسبيني اصكك انت؟ اضرب نفسي ولا اضربك يا خالة؟ يا عمر انت. خالة يلا يا خالة لا خالة، انا 4 سنوات، 4 سنوات وانا اعاني وابكي وانقهر، ليش؟ ما لقيت احد يحتويني ويضمني، هو قاعد يبكي صديق وقاعد الجذاب. قاعد ابكي صدق خالة، قاعد مش باين علي يعني، لا ما تبكي انت، هاي دموع مو دموع حقيقية. هو طلع من الدموع تضحكين عليه انت، ما طلع شيء اصلا. لا تبكي سعود انت، بس ما يهون علي بكيك والله. لا لا تزعلون سعود. هاي ليش مزعلة سعود؟ انا ما مزعلتها، ما شو. لا لا خلي امك تضيفني، خلي امك تضيفني زناب عشان انتعش من جوا ويرجع لي التنفس الطبيعي. والله رجع لك انا لما اكسجين اسمع صوتك، طبيعي. انا لما اسمع صوتك كني مأرقل فيشة تفاحتين. وش اوبا اوبا اوبا، طلعت مو شيشة موي تفاحتين مرة واحدة. نجا ليش؟ انت ليش؟ نجا. تدرين اني اشيش، تدرين اني اشيش فلين تفاح؟ وشو مش عارفك انت تحسبين الدنيا فلين تفاح، في فلين تفاح. اوف صدق لا ترى مو زين، ليش مو زين؟ والله مو زين، يضر الصحة ويأثر على صوتك. تشاقة مو صحيح، تشاقة والله صح، لا والله انا ما اعسل وذي الامور هذه. والله ما ما هو ظنيت. نصح، بقول لكم موقف فاحتين ما مره، اسمع، تبون اقول لكم سالفه؟ اي قبل فتره طويله انا ابوي ضد شيء اسمه دخان، ضد شيء اسمه معسل جدا. حلو. تعرفت على شباب وصرت اشيل السحبه الالكترونيه. اوكي المهم قعدت معي والله فترة طويلة. مرة من الأيام كنت جالس عند العيال، قلت يا عيال، قلت يا عيال خلوا سحبتي عندكم، أبوي اتصل علي طبعا قال لي تعال، قلت خلوا سحبتي عندكم بروح وأجي، قالوا تمام. والله أروح لك لأبوي وأقعد، كنا نمشي مع بعض في حلو. البيت، وكنت قاعد أسولف معاه، فجأة كذا مديت يدي في جيبي طلعتها قدامه. يو يعطيني كذا نظرة، وش قلت هذا سوى؟ شنو؟ قال هذا ايش؟ حلاوة اقول سويت لك. كذا، انا سويت كذا ها، يو وامسك واخذها وارضخها بالقاع. يو من بعدها تبت والله كفى، الى الله، والله تبت الى الله. عمرك لا تفكر ترجع لي حباب. والله اني خلاص ابوي يعني زعل علي، زعل علي زعل شديد، قعدت كل يوم راضيه. اي والله اي شو مو ساحب قدام انت. ترى بنتك تصور لي في سناب في الخاص تعسل. وش هو من الصبح يتبلش ما ادري ليش. تعسل ايه؟ تسوين حالك ما تدرين؟ تفاحتين ها؟ انا اسمعك مدير جمر مربع، جمر ما اسمعك؟ جمر مربع صديق، جمر مربع، تمر مربع جيب مبسم، جيب مبسم، اسمعك انا ذاك كم صورتي لي انت؟ والله ما دام تعرف صحيح. سوالف منك ادري بيك. ايه امزح امزح جيب، ادري. جيب مبسم، جيب مبسم، حسبيني ناس الموضوع. ما تشوفين حركاتك يا آية، انا اشيش؟ انا متى صورت لك ستوري وانا اشيش؟ مو ستوري، اجل ستريك، ستريك. ستريك خالة. الأمور خالة، الأمور أنت هذه ما تعرفينها خالة. أنا عارف خالة أنت جوك حالات واتساب، مبروك المولودة فلانة، طلعة هنية، إيه عارف جوك خالة، ما تدرين نايمة في العسل، إيه نايمة في العسل. ترقل ترقل، أقول لك معسل تفاحتين واسمعها تقولين كم مربع. ها منو؟ بنت ساية بدأت تتوتر، شوفي بدأت تتوتر، شوفي ركزي عليها، ركزي عليها، انت ركزي. هو وش فيك سعود انت؟ وانت ايش درك؟
صور لي ستريك في الخاص في الواتساب في السناب. ايش لايف تيزنا؟ هو متى صورت؟ قبل 3 شهور من هنا. ابرسل لك صورتها، ضيفين سناب، ضيفين سناب. اوكي بشوف. صحيح؟ لو يتشاقه. ها؟ صحيح لو يتشاقه. اسأليه اللي هو، صحيح لو تتشاقه. كبرك اضحك عليك انا يا آية؟ كبرك؟ لا دي الامور هذه لازم الامهات والاباء يعرفونها. انك انت قاعد تسوي شيء غلط. اكسر راسها والله. انا بعلمك يا سعود، شوف وش وش بسوي فيك. جدي شوف وجه تقول لي هو اللي يشيش مونا، هو اللي يشيش. هو يصور لي ستريك. آية شوف. ورب الكعبة ما قد صورت له ولا شيش. آية شوفي. حبيبي الحبيب جيب فحم مربع ما ادري وش. رب الكعبة عليه ولا عليك؟ على منو تحلف؟ على منو تحلف رب الكعبة شيش؟ أنت لو هي. هي لا أنا ما شيش. والله وأنا ما شيش. قولي والله. والله. هو من وين جاب؟ احنا انواع معسل ايش؟ وشو؟ انواع معسل. انواع المعسل وش هي؟ وش هي؟ يا ما في احد ما يعرفها، عشان كذا جحدت لانها هي فعلا تسوي الامور هذه. ينزل ستوريات حلو في الخاص، شو يقول؟ يقول مصري. جيب يا باشا جيب فحم. والله عاد ما عندنا في المقيات حقنا مصارى. والله ما ادري. طلعت من عندي. ما عندنا. يعني تروح انت مقهى. بعلم امك. اروح اتابع مباراة النصر، مباراة ليفربول. بعلم امك. هو اعترف قال مباراة النصر، سمعتي؟ اتابع مباريات هناك. ايوه ما عليه يا سعود ما عليه. شفت؟ صار الحق علي مو عليك اذا اني جيت اعلمك عشان تصحين بنتك. هي حسابك بعدين، بس انت بعدين. خلاص خلاص جوالي 91 بيطفي، يلا بس اشحن اجيكم. يلا روح اشحن تليفونك. خلونك تقول الكلام جد، خلونك تطلع لي في قلبك. يقهرونك قهر. والله اني ظلمتها بس عشان شب يعني كذا. والله اني ظلمتها. دول بحكم عليهم تكفون. ابغى احكم عليهم، ابغى امزمز عليهم، ابغى استانس. بس خلهم يقولون ابغى استانس. ابغى يا الله دقيقة بس سكر الشباك. حنا عيال نخاف على 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 قموط القرد. بعض البنات بتطفي مكيف. ضايع اخباري مو زين اخباري بالي يمك كل صار. يا اخي ابغى احكم ناس، ابغى استانس، ابغى اروق وانا احكم. كيف الحال؟ والله بخير، كيف حالك انت؟ الحمد لله. ايش عندك؟ انك خطط صبور ولا اسود؟ الطقم تلعب احكام صلخ؟ يعني انت بث زكيتي تورينا لغلوخك؟ ترى مو باين لغلوخ، باين اذاني كذا. ارفع الكاميرا شوي الله يصلحك. بث زي الناس. تبث تورينا سقفك يعني نسولف. ما في لغلوخ. ما في دقن، ما في شيء، ما في لا شنب ولا تبلة ولا عوارض ولا شيء، حتى زلف ما في، أذانك ناطة كذا. كثرة كلام ما أبغى، أبى أحكمك افهمني، أنا رجال أبغى أقطعك. تعال. وأنا بصراحة لو فزت علي أبغاك تحكمني أحكام زي الناس. تعال أنا أوريك. الحكم الأول. جايز تكبيس بس. إيش في ذا؟ بسم الله. جايز.
بنات زياد تكبيت وكل ابوك ما استمتع تنقاط. زياد صوتك بعيد يا سعود. زياد زياد ارحب ارحب. الحكم الاول وشو تاكل بيضتين ابوي سرد بامها ما لافست سولف. اسمع سعود ترى في شيء ضاغط على صوت الجوال ارفع بالله شيء. اي والله صوتك مكتوب. الحكم الثاني حط تحتك شيء حاجه. الحكم الثاني وش كلان ارحب يا كلان بصير من كلانكم اصبروا بصير معكم بكلان. يا عيال تكبيسكم ها يا عيال كبسوا شدوا مع بعض يد بيد ننتظر الدبل ها ننتظر الدبل ننتظر الدبل نقتحمهم اقتحام السلاطين. ماله يعني في جوله في جوله ما في شيء اسمه ما في جوله. ايش فيك انت معصب؟ طيب ايش فيك قاعد تشرب قار انت ولا تشرب شاهي؟ وش الشاهي الاسود ذا؟ والله ناعل والدبه. هذا يسمونه الدبس. وش دبسه؟ شاهي دبس يعني حالي؟ لا يعني ايه حالي وغامق تسمونه دبس؟ لا يعني هم يسوون يعني شكله كأنه دبس. والله طعمه كأنه دبس. الحكم الأول تاكل بيضتين. الحكم الثاني تكسر الفنجال. الحكم لا لا ما تكسر الفنجال قاعد تكبيس تكبيس شيروا بالله. الحكم الثاني تشرب الدلة كلها من فمك. ذكرت مجيري يوم يشرب الجركن كامل. الحكم الثالث خلاص اسكت 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 لا تصدي انا تكفى بالله عندك مسجل شغلنا شيء نضرب. ما في ما في القميوت عشان ما تسمع عشان ما تنضرب ولا صح يسمعني حسافه. يا اخي والله اني غبي يا اخي. دبل جايز دبولي دبولي جايز ورد 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 يا حقينا ورد ورد فدبل. اوكي يا عيال فدبل ورودكم 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 جايز ورد ورد يا حقينا ورد الورد لا يروح الورد لا يروح. الله عليك ثلاث وردات يا دبل دبل ابي يرحب يا تكفون. دابا العيال اضربوا 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 يا عيال كويس بالناصر. ارحب بالناصر يا بالناصر يا بعد روحي بالناصر يا بعد راسي يا بالناصر حيفا. اسمعوا ارحب يا سام عبد الرحمن هوب 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 يا سام. كل ابوك مسهم ما عليك بيدخلون الدعمين. كل ابوك مسهم مسهم ثلاث نقاط يا بعد روحي يا سام يا تكفون ضيف الدعمين. والله لو تشيروني زي حكم الاول شارك الغيب في سمنيك عن التنقيب نشوف العزب زي المحي حتى بالبيب محمد اللي مثل من العشق شارك الغيب في سمنيك نشوف العزب في جنة فنش 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 جوي حالك فنان انت وجهك دال قم قم قم. الحكم الاول تكسر النظارة. الحكم الثاني
توقف لي على الجدار ووجهك للجدار ما اشوفه مده 3 دقائق. الحكم الثالث شيك شيك. الحكم الاول والثاني وش الحكم الاول؟ تكسر نظارتك زي المخيس. الحكم الثاني وجهك للجدار ما اشوفك. الحكم الثالث الطعج ذا الخاتم اللي صار له من سنه جدي وانت لابسه. لا ايه هديه استحاله وجهك. هدية حقي 50 ريال، شو الهدية؟ هذا أنا أبغى مصلحتك، ترى يصدي في إصبعك يخرب. تعال ما يصدي شوف. منين جاك هدية؟ من واحد من العيال. أحلف إنه واحد من العيال. وش هبي أنت؟ هذا تحبه؟ شوفك تلعب السينة تدور السوالف اللي كويس ها؟ أنت تدور السوالف. قلة الأدب اللي انت واصل. يلا اكسر خاتمها وبطل السوالف. دم دم. طب غير احكامك خاص بغيرك. الحكم الثالث انت ايش فيك تتكلم كذا؟ جاني النوم يا اخي، ارفع صوتك. مشكلتي عصبي، مشكلتي عصبي يا حبي بنت. هذا اللي يحب وحده عمرها 15 وعمرها 30. شوف الحكم الثالث. ضحكت صح؟ جبتها صح أنا صح؟ إيه. حكم الثالث توقف عند شباك مكيف تقول أنا بطاطا أنا بطاطا. بس بس تبي أعطيك فرصة تفوز؟ إنجلينجا لا يلا. أنا بطاطا أنا بطاطا أنا بطاطا أنا بطاطا أنا بطاطا صح محدد. يلا قم إنجلينجا يلا. خلنا نلعب جولة ثانية، ترى ما في غيرك. يلا جولة ثانية. جولة ثانية ترى عادي. والله الوضع حبي يا أخي، لا تزعل. الوضع حبي يا علي، الوضع حبي بابا، لا تزعل. يلا يلا أجي خلني استهان بالله. خلني أطقطق عليك اليوم. ترى ما يا أخي مشكلتي أحب يا أخي. أنت مشكلتك تسولف واجد قاعد بالله. شيلوا تكفون. مشكلتي أتكلم وأنا قد كلامي. مشكلتي يعني أنا كلام وفعل، وأنا والعيال كلام وفعل. فهمني دقيقة، ترى ثبت الجوال في الغيو. أنا بعد الستاند اللي عندي بسم الله. ما تحبني ليش تروح؟ ما تحبني ليش تروح؟ ما تحبني ليش تروح؟ ما تحبني ليش تروح؟ حبكاني ما اريد وما عشت مثله. تفوز انت تقول راسك تفوز. دري فوضى ولد الستاند يلعن خيره. يعال الصوت واضح. يعال اسمعوني بالله الله يرحم والديكم. بجنب عندكم اتابعه في صفحتي، بجنب اتابعه تلقون صوره انستغرام، علامه او شعار الانستغرام، اضغطوا عليه. كايز دبولي وكلكم كلكم كلكم بالله عليكم كلكم سووا لي فولو وليكوا لي على اخر صور نزلتها. عدب لي يا اخوان. صدقون سام شوف يعني شكلك ما تعرف قروش تطيح قبل الدبل. شوف يطلع لك وقت كايز قروش تطيح قبل الدبل. ثانيه 15 ثانيه 30 ثانيه اذا قلت دبل اعرف انه دبل. فهمت علي؟ تعال الدبل 550 الدبل يا عيال 550 الدبل يا عيال ووو الدبل. لا مو كذا. أنا غلط سام، انا غلط ما اقصد كذا. يا الله الحين 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 الدبل. انا ضربت قبل الدبل، الوقت ما كملناه. لا تيأسون الله. انا فهمتك غلط لا تيأسون شيرو. فهمتك غلط يا سام. الحين دبل. شوف في وقت مكتوب من نقاط الهدايا ضرب 2 صح. الحين يعتبر دبل، يعتبر دبل. الحين اي شيء تنزله ضرب 2. فهمت علي؟ يعني لو تنزل شيء يصير ضرب 2. فهمت كيف كده؟ ايه سام يا بعد روحي يا سام
يا حيفالك سام، يا سام يا بعد روحي يا سام، والله شكرا يا حبيبي، والله قاعد افهم الدبل يعني، هو قاعد يتعلم عدب البسود يتعلم شيء، يا بعد روحي يا بعد روحي يا عيال، تكفون ضيفوا لي سام، طالبكم طلبه. ورع يا سام، والله انك سام بدعمك الجبار وقوتك الصارمه يا اخي، انا شحكم عليك سكورك الفين عليكم تكبيس، شحكم عليك ها يا عيال كلكم، سام وقلوب تكفون، سام وقلوب بعد راسي والله يا سام، بن ناصر كل الدامين انت تامر، احنا نضامر يا بعد روحي والله بعد راسي، الله يرحم والديك. صالح ارحب يا صالح عزيم، يا بعد روحي يا صالح، يا حبني لكم اللي تكتبون سام، صالح يا صالح دقيقة أنا لازم. طب يلا لو شكام سعود قعد على نجم الجلي المحيا بعد روحي سام، سام يا سام I love you لك بقدر السماء ولد، ها ها سام بابا، وش حكامك حكم الأول تكتب اسمي الآن في البايو عندك، تكتب اسمي واسم سام، تكتب سام سام وسعود دور خميس أحبكم، الحكم الثاني تكتب عفوا الحكم الثاني تاكل حبة فلفل، الحكم الثالث اس دي، الحكم الثالث الحكم الثالث تصفع نفسك بعقال لين بكره لين اشوف جلدك يصير امزح، الحكم الثالث تصورني في سنابك وتكتب يا جماله يا اناقته يا ذوقه الفتاك، تحطي منشن اسمع فاتك فاتك اليوم، جاء واحد هددني قال لي خلاص اكتب اسمك واسم هذا وش اسمه سام 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 تحط لنا زين سعود وقلبي وقلبك اه خلاص تمام تمام اصبر خلني كابتشر على حسابه زياد انت موثق سناب صح؟ ها انت موثق ايه. سناب صح؟ كيف توثقت؟ كيف طريقة توثيقي او كيف وثقت؟ قدم توثيق وخلاص توثق يعني بعد فترة كذا قدام الموجودين، إذا سعيت لي فيه والله لك هدية مني 15 أسد هدية، صوتك يقطع يا حبيبي وجهك ماين كرافت، عد وش تقول؟ أقول أنا الصراحة ما أعرف في السناب فاهم علي؟ إذا سعيت لي في الموضوع حلو لك مني هدية 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 فهمني هدية 15 أسد يا حبيبي يا سعود، أبشر والله بس سعد والله أني صادق، لأني سعيت وتعبت، صالي 8 شهور وأنا أطارد ورا سناب، والله أبشر والله بس سعد، وقدام الموجودين يسمعون هدية 15 أسد، الله يعزك وانا اقولها صادق، لا والله والله انت ابشر ابشرني، انا لاني متوثق قبل سنه عرفت ايه، فمتوثق عند واحد اجنبي فالحين فصار التوثيق صعب، لان وشو حطوا واحد بالشرق الاوسط اذا تعرفه علي الشهري، لا والله تعرفه مرح. وكيف اصل لذا علي الشهري؟ علي الشهري سناب، هو متوثق بس لو اكتب عليه الشهري وادخل عليه وقل له انك يعني صانع محتوى انت وعندك بالتيك توك كذا وزي كذا وارسله له وهو يقدم لك يرفع لك طلب توثيق، يا عيال احد يعرف علي الشهري يراسلني في الخاص في السناب، ارسل اسمع ضايفني في السناب انت ايه، ارسل لي وارسل لك اياه، دقيقه ما معي غير جوال ذا اللي بث منه،
خلاص خلاص بس بقفل وترسل. بكلمك بعد البث، اوكي؟ خلاص تمام. يلا بعد، روح وسلم. يا هلا. نحكم بنفذه؟ هاي نحكم، انتوا تبون الصدق؟ تبون الصدق؟ تبون صارحكم شيء؟ والله يا عيال ها، ان ابوي يوميا، والله يوميا يدعي لي. ابوي يحب شيء اسمه سناب، ابوي يحب شيء اسمه سناب، ودايم يدعي لي ودايم يجيني يوميا تقريبا بشكل يومي. سعود ها بشر صار معك في سناب، سعود بشر صار معك في سناب، سعود علمني صار معك في سناب، يا رب انك تتوثق، ادعي لي كل يوم هو امه، يا رب انك لانهم مره يعني بخاطرهم اني اتوثق سناب. فعشان كذا والله العظيم انا منحرج من ابوي، يعني درجه اني انا منحرج من ابوي، ما ادري ايش اقول له. والله يعني لازم، انا لازم يعني اسعى في الموضوع هذا عشان ابوي، بعيد عنه نفسي انا عشان ابوي. ارحب يا عنزي، يا بعد روح عنزي وصل. فهمتوا كيف؟ فاللي يعرف احد شيء يكلمني، لا انتو في الـ في السناب، سنابي في البايو موجود، كلموني، او اللي يعرف اخونا علي الشهري. انا الخايني ولا انت؟ والله انك خاينه، تذكرين ليش سويت؟ شو سويت؟ يا مرحبا وصل، والله بردي والله. سويت ايه؟ شو سويت؟ يلا تعلان تعلان. نسيت سويت، دقيقه انا بس لو اثبت جوالي. انا نسيت سويت. شو سويت؟ نسيتي. والله انت يا طويل العمر والسلامه، شو سويت؟ ما افتح لايف تكون قست، يعني شو سوينا؟ مو انت العتب مع امك، مو عليك. اوف شو سويت لك؟ انا اللي قبلت والله. ما بطلع لك حبي لك، ما بطلع لك ولا إليك. ولا ولا اصلا بتعرف قديش اني احبك. خلاص انا صرت ما عاد، رجاء انا ما عاد احبك وصرت اكرهك خلاص. وسوينا لك مهما كرهتني انا. انت ما تدخل، انت لسه احبك، موضوع شخصي بيني. خلاص تم، ليه تكره سعود؟ مهما قلت اني احبك. ما ضفتني سناب اول شيء، ما سوينا ستريك. لا 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 لا، انت اللي ما ضفتني، انت ما تبغاني، انت اللي ما تبغاني. الله يسامح عليك، عامل حاله مسكين. طلعي اصبري انا ما اسمع. يلا لا تصوت. مين؟ أنا؟ بكلم أبوي يتفاهم معي. لا يا سعودة، لا يا سعودة، والله لك القلب والمحبة. اسأل الناس، استحلفكم بالله. ما أرضى ألا تسوي لي سلطة فتوش. استحلفكم بالله، أنا دايم بذكره بالخير وبحبه ولا لا؟ قولوا يا بنات خليه يشوف. لا شوف. لا والله يا سعود، كل ما فتحت لايف شوفي سعود داخل. اي والله داخل، ادخلي واقعد اراقبك 24 ساعه عشان احبك، فما بطلع لك. لا والله صدق تحب لايفاتك. بتحبوا مين؟ سعود. خلاص حبيبكم مين؟ سعود. بيوم بصورها ما ارضى لا تسوي لي صحن بقدودس. مقدونس مقدوس مقدوس. اي مقدوس. اي عندي، ابشر من عيوني، بس انت فناص. ترسلي لي في الارامكس؟ برسل لك في الارامكس. لا يعفن يا ماما. لا ما بعفن. لا ارامكس الشحنه ذي توصل بعد 3 ايام. ليش هو وينه؟ في بامريكا. وين يعني؟ بطريف يعني؟ وين وين ايش؟ وش ذي المدينه الغريبه؟ المدينة غريبة عن أبو التسقيط في مديناتنا الحلوة كذا يا سعود. أنا ما أعرف بالمثل كذا يا سعود. هذه أنا أحبك، هذه أنا أحبك حبيبي. ها تحبين حبيبي؟ أطرف الحين على نظام الكددين، شعرفكم أنتم شنو؟ ما في شيء اسمه مرسول، ما عندنا شيء اسمه رامكس، عندنا محل مكتوب لما تيجي الرياض. عندنا محل اسمه بديل ارامكس، يوصل بديانات.
خلاص والله لو اوصل لك ابشر، ما بكون اسمي دودي اذا ما بشر بوصلت لك. كل هذا دودي افا عليك يا سعود، فما تقول لي اشتقتلك يا خالته، وينك جاي تهاجمني وانا ما عملت لك شيء، وانا دايم اذكرك دايم. كل هذا كل هذا ودودي ما شاء الله. ايه وحاقد عليك، انا اعرف. لا يا ماما حاقد علي؟ إيه؟ لا 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 الله يبعدني عن الحقد واهل الحقد. لا مو عشانها، ما لا لا انا اعرف صدق. ليه ليش تخيل عشان تذكرين اللايف يوم دخل وكتب خيانة، انت مشخصنها من عقبها. انا ادري صح صح شو عرفتي. مكي العامل حاله انه زعلان، طلع عيونه طلع. انا عندي ذكاء. دقيقة يقولون شغلي عراقي له وبينسى. يلا خل نشغل لك عراقي. يلا وين رمات ماما؟ يا خالتي يمون عليش بلاكم انتم خالة تزعلين. انا ماني زعلاني والله، بزعل من الدنيا كلها، منك بالذات ما بزعل. ها مني يا بعد روحي والله يا خال. خلاص لا 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 انت مالك صاحب يا سعود، انت ما حبيتني مثل ما حبيتك للامانه. المفروض افرض دقين عليه الصبح. ها افطرت ولا ما افطرت؟ عن جد اوريك شو انا راسلت. هم رجع قلبي حين ما كفى جرح البي لحال ضاق المر من حب الفات، والقلب ما ظل بحيل. الله الله يا عبي العشق خوف. الله يعني أبطل ما أشوف ضاق المر من حب الفات، والقلب ما ضل بحيل. هم راح ارجع اشكي وابكي ويدب لي سهر الليل، والله تعبيت من الهم، والقلوب ما ضل بحيل. الله شو الصوت الحلو هيدا صراحه. هذيك العبستين انت تبعاته هذول البوشو يعني انه انا الصراحه خلاني ادمع ما اقدر من عن ام الفنص. سعود خلاص ها حبيبي زعلان مني؟ لا والله امزح معك والله. يا حبيبي روحي انت، انت بتعرف اني اني احبك صح ولا لا؟ بس انا اكثر. ما ضفتيني بالواتساب. انا بعرف رقمك الواتساب. ليكي تعالي خلينا نطالع كذبه. تعالي دقيقه انا عندي سنابه. دقيقه لا انا سنابه حذفته لانه ما ضافني. والله ضفتك، بنتك اعطتني سناب غلط قاسما بالله. لا 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 فلناس فلناس بعرفه. تعالي طلع طلع يا فلناس يا فلناس، ولا حتى استقبلت مني لو كلمي. هذا حسابي قديم، رقم القديم. انا ايش دراني عنك، انا طالعته من وحدي جابت لي اياه. سندريلا سندريلا لا تغلطي كذا يا سندريلا، هذا حسابي القديم. عن جد عن جد يا عسول، وانا ايش دراني انك انت حسابك القديم ولا الجديد؟ وانا ايش عرفني انك ارسلتي لي؟ ايش عرفني؟ والله رسلت لك سعود، انا خالتك عايده حتى بالكم بكتب لك انا خالتك عايده ولا معبرني اصلا. مسوي يلا ها يلا بان الحق. واحد اثنين ها ها شوف شوف دقي 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 لنشوف تم اضافتك بنجاح. شفت خاص. خاص ما يحق لك تزعل ماما. خلاص يلا يلا ترى جوالي بيطفي في 91، تبون شيء؟ اقول أقولك بيطفي. حقول حط بس في الشاحن حاجة. تراني زعلاني ماما. عليك كذاب يا ماما كذاب. تراني زعلاني دالحين سعود. هلا في ناس بنفسي أجلدهم لأن دابلي تسبتي. مين؟ ناس ناس إيش تبي فيهم؟ يعني بدك تسكر من عندينا يا روحي؟ خالة برجع 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 يا كذاب يا الطقس المشمس بالجمال. إذا ما ضليت سعود رح أزعل عليك جد.
نبي نطلع. شوفي خالص عندي شرط. ها عندي الشرط. شنو؟ بلعب معكم اذا فزتوا علي احط على وجه معجون اسنان، واذا فزتوا واذا فزت عليكم تحطون على وجه تحطون على وجه بنتك معجون اسنان. خلاص اوكي. ليه بنتك؟ ليه بنتك؟ انت ليه حاقد علي؟ سويت امك يا اخي، امك ما يصير انت. لا شيء غير امك، تخيلي امك تحط معجون اسنان عاد سالي امك يا رجل. مو معجون اسنان يا اخي، تبيني احرق؟ لا حلو معجون اسنان للبشره لا يغرك. لا والله يخدم. يلا 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 تم تم يلا تم بدون معجون. شيء ثاني اوكي، شيء ثاني مو معجون. اوكي تاكلين حبتين فلفل، حبتين فلفل خاص. لا صعب صعبي خاص معجون اسنان. لو تحسس وجهك لو تحسس وجهي والله اجيك. شو اسمها مدينتك الغريبه؟ طريف. بجيك طريف. شفت شعرك؟ بجيب ماكينة حلاقة وحلق القرعة كذا. ما في طريف أصلا، ما في غير بيتين، بيتنا وبيت أمامي. خلاص أسهل وأسهل عشان يعني أدور. صحيح أنت ترى إذا طحتي إذا طحتي بيد عمي أنا مالي الصراحة. لا لا أنا ترى عمي عصبي شرير. أنا كني شفت كني شفت الكايد قبل شوي. شو الكايد؟ خلاص صديقي. نعم. ما عليك يا سام، ما عليك. أنا ماما حاقد علي بني. وأنا بس بدي منك طلب يا روحي، بدي إياك بس تقوم وتعمل لي حركات الرجلين اللي بتعملها، لأنك فعلا بتضحكني من قلبي. والله يا والله يا خارج خارج رجولي وجني. صرت اليوم واحد حكمنا يشيل سبير. يعني أنا يا عيال 1050 تدري اليوم يعني خالد شلت استبنة فوق 50 مرة ونزلتها. شو يعني استبنة؟ الكفر حق السيارة. أوف ليش؟ والله عشان ما تقوم كل هذا وتعمل الحركات. طيب لا حكم حكمني حكمك هذيك السورية أنا اللي فازت عليك. كبزوا دبل يا حال. ما بدأ الدبل، ما بدأ ثواني دبل على كيفك. ما بدأ يا كذاب. وش من الغلب ما شاء الله. لا إله إلا الله، لازم اتحكم عليك حكم. الله أكبر. لا 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 كفو، بدنا نغلبه عشان نحط له معجون. يا رب بحط لك معجون. يا رب بحط معجون بدون هذه وهذه ولا يهمكم. يا عمري تسلم، يا ذوقك الجميل يا جميل. يا بعد روحي والله. اي لا سؤال صريح وواضح تمام. هل انت تحبني زي ما احبك يا خالتي؟ والله يا خالتي منا يحبك يا خاله. اي امي ترى اي هدي هدي. طيب امك تغزل فيني يا قد اضرب نفسي تفع ايش اسوي؟ ايه اضرب نفسك مالك دخل بيني وبين. ارد عليها رد قاسي يعني اقول ما يصير كذا؟ شفتي اجاكي دعم من كلمتي هذه، لاني انا بحبه له مو بحبه لك. سعود عم يزعلني ديانا حملي عليها. تخيل اقول يا فديت امك يا لبى امك. شفت نفس الشيء شفت والله يقهر. سعود فهمت الذبة ولا لا؟ بالله والله انها حلوه. وش قلت انت؟ هي قالت شوف ديانا مدري ايش قلت. قالت شو الحل معها؟ قلت حملي عليها كذا. سعود لا 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 ما بزعلني فوق ما تحاسبها دالحين كأنك صاير ضدي. يا خالتي يا اخي ذبة هذه خاله يعني ما فيها شيء، عاد ذبي علي. طيب عاد يا ذب عليك خاله. انت شفتي راسي من ورا مربع كني بلازما؟ لا ليش ترى البلازما دائرية مربعة. أرحب سام يا بعد عمر يا سام الكايد. ياك الكايد دالحين بعم متابعينه مو فاضي. سمي خالتي يا روح خالتك انت. أمك أنا مالي دخل الله أصن نكف صني كف. تعال اي قدا قدا تراب هذه ها سوي ها احترم نفسك. ماما شو يقهر يا ماما؟ لا انت متى بعرف عشو عم تضحك. انا سعود اشوف قاعد اضحك
تضحك لما كنت لابس الطقم الأسود 24 ساعة بشوفها. دري خالص يسموني مايكل جاكسون طريف. يقول والله أنت تدري لو أنك مايكل جاكسون صدق؟ أيوة. ريالين ما أدفع لك. يعني الحمد لله أني سعود. أي والله أهون يعني. يا جمال اللي بيتكلم، يا جمال راسه، يا جمال دي الطائية اللي حطتها. مين شاء الله أنا؟ طيب بنتك حاطها راسها شيء؟ أنا مو طائية عمري، هاي شيلة الصغيرة. شيلة صغيرة. سعود. سعود. خذ بيت الشعر. يقول الشاعر. يقول مو شاعر بيت الشعر. يلا بيت الشعر. أيوة يا ماما. أحبك يا نظر عيني غاتي، وأحب الأرض اللي تمشي عليها، ولجلك ولجل الروح واشتريها. ايش رايك؟ ليت الله خلقني صرصور قبل اسمع ذا البيت. طب ليه يا كذاب؟ صرصور مره وحده. والله طب اسمع، انا اعرف لك خاله. اسمع الهداء هذه يا خاله، اسمع الهداء. طب يلا. المفروض اعوفك من زمان. كون من ذاك الوقت من علي تغيرت، ليش منك ما تبيت؟ بس يلا من فات الأوان، تعبيهان كل شيطان. الله الوعدني بعد خان، انطيتك فرصة تتغير مثل ما انت ظليت. غلطة عمر سامحتك هواي اغلاط عديت. يا حق اللي ليش؟ ها ها هاي الاغنية لإلي اهداء، عوفك من زمان. لا مو لست، لسام صديقي. سام لديانا. سام صديقي. أو أشوى فكرت لا مو بلاقي لي، شفتي ظلمتي. لا يقصدني يا ماما، يقصدني صدقيني. وليش تقصدها؟ المفروض أعرفك من زمان. دانيا دانيا ديانا ديانا. الحكم الأول تبوسين جبهة أمك 15 مرة. يا ليل. طيب يلا هذا الحكم. مو قلت تحط له معجون؟ لا لا سامحت بالمعجون. تسام. خلاص. يا عمري انت لا بعرف. يلا تبين شي خاله؟ خاله نمرح هنا ننام عندكم اليوم. خلاص خاله طلابه والله، اذا ما ساعتك الارض توسعك عيوني. يا ادري توسعك عيوني، بس خاله يعني لازم نروح نجلد ناس. حبابه 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 حبابه. يلا ادبك لي نفس الدبك اللي دبكته ذاك اليوم. اقول اسمعي، رض معي، شد عضلي في فخذي، قصدي في رجلي. ما علي والله ما علي. اذا بتلعب اذا بتلعب جولات بتقوم تركض مثلا؟ ما افهم يا شيخ تصريح. رب اقول لا تصرف، بس لا تصرف. ما صار ما صرف، اصنك سف انت. انا اللي بصنك كفين، واحد هنا وواحد هنا. زي خاله انت شعرك ناعم، بدك شعرك قرايط، جيبي لها كوايه شويها. هذا اسمه كيرلي يا ولد. كيرلي كيرلي كيرلي. انا كيرلي شعر من الله، بس انا قاعد مسوي له دنيميت. وهي قعدت وهي ناعم، بس قاعده تلفه هيك. لا شعري مو ناعم. طالة تخيلي شكله عندي دقن وشنب، بالله ما صير مزه. والله بتصير بتجنن ما شاء الله، والله العظيم. صير كنا من لنا حركات. اسمعي يصير كنا من حقين البيبي ام، عرفتي ذول اللي يحطون افتار كذا دقن، والشعر كذا قايل عاد اكتمله. انت بتحسبني ترى مو حلو، ترى جمالي فغانستاني. لا والله اعمل لك دقن هيك حركات ولا تطلع غير. والله خاله جوالي بيطفي 91. عم يصرفنا ما بده يدخل معي. يا خالتي جوالي بيطفي، ما عندي شاحن. ما هقيتها منك، خلاص روح. الله استودعتك الله، روح انت من هنا واحنا من هنا، ما عاد لنا خلاص. يلا انت بطريز وانا بطريز. مو بكذا، الله يستر عليك. يلا باي باي.
السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. أختنا رغد؟ لا. أنت أرسلتي أحد قالوا رغدتي بيك وكذا؟ ما أرسلت أحد، بس عادي نبيك، شو المشكلة؟ أخبارك؟ الحمد لله. غيرت بيتك؟ صرت أغنياء يا سعود. من زمان احنا أغنياء يا رب لك الحمد. أها صديق السالفة. طيب لا دخل، ما راح اقول السالفة، تقولون لي ما كنا عند درجة تبوني كم يا صديق. دخل لمبرجيني في السيب هنا بالصالة يا شيخ، نفسي اشوفها فيك. شه تطورنا، الدنيا صارت غير مرة، تطورت مرة، واضح التطور اللي ما نبيه. ليش ما تبونه؟ حاط عينك علي عشان يدخل لمبرجيني في السيب؟ انا بسكت عشان عشان احاول اطلع أسوأ ما فيني، وانا اليوم ما راح اطلع أسوأ ما فيني، بكون انسان محترم وكويسه، ما راح اسبك يا سعود، بحاول يعني. شيطان اخرس دطقم خايس. ايش احكام صلخ؟ احكام صلخ ما عندي بعدين، بس يلا الحين بخليك تزكين، بخليك تزكين ذا الدب اللي بحضنك. والله تخسي وتعقب، شريته ب 200 ريال، اخر 200 ريال معي شريت فيه ذا الدبدوب، والله العظيم ما كان معي الا 200 ريال. يلا يلا لبس، يلا يا حلوين. ما قبلت خالتي يا ولد، الله يوفقكم يا رب. ايش يعني الله جوله؟ الله يوفقك، الله يوفقكم يا شباب، مش يعني الله. معك يا اخوي. خلاص تلعب معها جولة يعني؟ اي لا تدخلين، لا يكسر بخاطر، الله لا يكسر بخاطركم يا رب. يا رب انت، خلاص هو بيلعب معك جولة عني وعنا. يلا الله يوفقك يا اخوي. كيف الله يحميك. الحمد لله، خلي لك الوالدة والوالد. يلا امي. وريد الدعم من الله ومن متابعينك، خالتك بخيمة، الله يوفقك ويوفقهم الداعمين الداعمات، الله يوفقكم يا رب. الله الدعم من الله ومنكم، تستاهلون. الله يوفقك يا أخوي من متابعينك. اللهم آمين. لخالتك الله يوفقك يا رب، والله دحق بل الجولة هذه لحد دعمني، دعم عند خالتي. الله يوفقكم يا رب، الله يحميك، خلي لك الوالدة والوالد انت والمتابعين. وأريد الدعم من الله ومن أخوتي. اللهم يرحون خالتهم بهدية لهالويلات. الله يوفقكم يا رب. يا الله ميزانات حسناتكم. الدعم من الله ومنكم. الله يوفقكم يا شباب، الله يحميكم. اللهم يا الله ميزانات حسناتكم يا رب لخالتكم. الله يوفقك يا أخوي، خلي لك الوالدة يا رب. الله يوفقكم يا شباب، الدعم من الله ومنكم أخوتي، كف والله يرزقكم يا رب. خالة يا الله ميزانات حسناتكم. أنا داعي إنك أتعب من حالك. أنا الله يوفقكم يا عيال، اللي بيدعم يدعم عند خالتي، أدى الجولة بس، والله أعلم بالنيات، لا أحد يدخل ويطعم في نيات أحد، لا أحد يدخل. الله يوفقكم إن شاء الله. أوكي لا أحد يدخل. وريد مفرحوج بهدية زينة لخالتك، والله دحق بالبطانية من البيت. أبشري أبشري. الله يوفقك وقاعد بخيمة خالتك، الله يوفقك يا رب. شفتي شفتي خالة؟ هذا خالة ان شاء الله ميزان. هذا يجيب لكم حطب، ويعني يجيب لكم اشياء. الله يوفقك يا رب، الله يوفقك، الله يوفقك، يعلي مراتبك يا رب. اللهم الله يوفقك اخوي، كفو 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 اخويا، الله يوفقك يا رب، الله يخلي لك الوالده وانت دعمتني، الله يفرحك يا رب. هذا خالة بعد، هذه بعد شيء افضل من الشيء الاول. كفو اخويا كفو، الله يحميك، تستاهل ان شاء الله بالمال والعيال يا رب. لا. الله يحميك ويخلي لك انت الداعمين الدعمنا، الله يفرحوا ان شاء الله. جزاك خير يا جزاك الله يوفقكم يا رب. جزاك الله خير يا سلام. الله يحميك يا بعد راسي والله يا سلام. الله يوفقه. اللهم امين. الله يوفقك يا سعد، مثل ما فرحتنا الله يفرحك بنوار النبي. الله لاحق والله بالبطانية من البردان والويلات. خالة. الله يوفقه ان شاء الله. ها الله يسعدك، اسحبيها جيبي فيها حطب.
والله راح اسحبهم، الله يعوض عليكم ان شاء الله بالاحسن يا اخويا. اللهم مثل ما فرحتونا الله يفرحكم، اللهم امين، والله يوفقه شو اسمه السعد، الله يوفقه ان شاء الله ويعلي مراتبه يا رب. نعم استاذ. الله يوفقك يا سعد ان شاء الله، الله يحميك ان شاء الله تقضي بتراب ورد ذهب يا سعد، الله يوفقك يا رب، وانت والمتابعين، وانت الله يخلي لك الوالده والوالد يا رب. اللهم امين اخويا، الله يرزقكم يا رب. اللهم امين، والدعم من الله ومنكم. نعم بالله، والله خالتك فقيره وبخيمه انا وهالويلات، كلنا فقراء عند رب العالمين يا خالتك. الله يحميك ان شاء الله، ميزان حسناتك يا رب، الله يوفقك اخوي، الله يرزقك، الله يوفقكم يا شباب مثل ما فرحتونا الله يفرحكم يا رب. اللهم الله يفرحكم بنوار النبي. اللهم امين، الله يوفقك يا سعد ان شاء الله، الله يسعد ايامك ان شاء الله يا رب، والله يوفقكم يا شباب، الدعم من الله ومنكم لاخوتكم. خالة مصرتم، الله يوفقكم يا رب انت خالة. وياهم ها، مين اللي يسحب لك الفلوس اللي في الحساب تعرفين؟ والله عندي ابني عمره 12 سنة ولي مثل حسانك بتركيا يسحب اللي اياهن، الله يوفقك ويوفقهم. الله يزيدكم، الله يزيدكم، الله يوفقك يا اخوي، الله يحميك يا رب، الله يزيدكم الخير يا رب، الله يوفقك ان شاء الله ميزانات حسناتكم. اللهم يا رب ان شاء الله يا رب، والدعم من الله ومنكم، الله يوفقك ويوفقه يا رب. اللهم امين. الله يوفقك يا رب، اريد منك جولة النوم خالتك. والله يا خالة صلي على النبي، اللهم صل على النبي. حسابك كل اللي عندي يعرفوه، اللي بيدعمك ما يقصر معك. انا لعبت يا اخويا، بس صلي على النبي، تابعني يا خال، تابعتك، ابشري ابشري، تابعيني انت بعد، وانا تابعتك اخويا، بس ما تنسان، الله يوفقك والله يحميك ان شاء الله، وانت والمتابعين. ابشري ابشري ابشري، من عيني هاي قبل هاي، الله يوفقك ويخلي لك الوالدة والوالد. اللهم وكل شيء دعمني الله ان شاء الله يحميه يا رب. يا رب يا رب، يلا عاد فمان الله يا خالة، الله يرزقك ويعطيك العافية. الله يوفقك يا اخوي، الله يخلي لك عمرك يا رب، انت وسعد يا رب. تراني انحشت، خفت انها تحكمني. الله يرزقك يا رب. انك ما انت واشكالك احس قدامي يا سعود، صح انه ما عندي داعمين بس اني بفوز عليك ان شاء الله. احسن ما فيك جمال كله، والله انك كلك خايسه، اقسم بيت الله، طبع خايس طنف، وهذا وجهك والله ان احسن ما فيك جمالك سعود، بتطلع اخيس ما فيني، قلت لك ابي اصير كتكوته بهذا البث. انت انا مشكلتي شي واحد معلق صورتي بغرفتك، وغرفتي بصورتك، غرفتك صورتي، لا انت صورتك حاطه بغرفتي. تعال احكام صلخ اذا فيك خير، يلا 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 فوز، اللي يبون سناب سناب في البايو يا حلوين، كبسوا تبين تفوزين عليه، طبعا ابي افوز عليه يا جماعه، هاي طالعين من اليوم يبي يخلق. اذا فيك خير فوزي، شريتها ب 200 ريال، اذا فيك خير فوزي، ولا خليك تقطعين. فيني خير، فيني خير ان شاء الله، كملي، انا قلت لكم انه هو دائما يقطع سوالف. جزاك الله خير الجزاء يا بعد روحي، الله يجزاك خير انت والله يا اخوي سام، الله يزيدك ويعافيك. ليش وش مسوي، عمل خيري انا؟ ايه ايه، لا لا ما سويت شيء، بس عادي، الله يجزاك خير. بداية قلت بسم الله سبحان الله، وقال جزاك الله خير سبحان الله. لا دوب كم موديله ايش تحبين انا اكثر ولا هو؟ من هو؟ الدبدوب. الدبدوب طبعا شريته ب 200 ريال. اجعل جدي لك. اجعل جدي. والله اني شريته ب 200 ريال، طبعا اني بحبها اكثر يعني.
الحكم الاول تقطعين ما في الدبوس. حكم اول، بفوز عليك ان شاء الله. ما انت فايزه، ما انت فايزه. الا ان شاء الله بفوز عليك الحكم الاول تقطعين الدب. اخوتي. هلا الغلا، كنت قاعده اسال عنك. كذابه. انت دخلك بيني ايه وبين المتابعين. قاعد اكلم مع واحده قاعد تقول لي انت مز. قلت لا كذابه. اي كذابه صح عليها. الحكم الاول ما في تقطعين، حكم اول، انا بفوز تقطعين عليك. راس ذا الدبدوب. الحكم الثاني والله انت عقب، والله ما قطعك طرف. تريبل يا عيال، تريبل الدبل يا حلوين، تريبل. اما تريبل ده المهم ان ارسل ورود. يا عيال لا قلت ورود لكم، مش لا قلت لكم التريبل. وش منير؟ ارحب من منير تاخذين جولة؟ ارحب اعطيني سنايبر. جولة وخليه يغني. اوه عبير، دقيقة شو اللي قاعد يصير؟ هاي هذا كيف جاء الدعم؟ انا ما قاعد اشوف تريبل. دقيقة عبير صح الاسم؟ ما تعرف تقرا ابرار، اسمه؟ ابرار يا ابرار. الله يرحم لي والديك يا ابرار ويسعدك سعادة الدارين. يبعد راسي والله. قلت تريبل يا عيال، ما تريبل. عليكم، والله بكملها، والله بكملها. اذا ما قلت فرق. يا حبيبي يا سام، سام وبرار الله يرحم لي والديكم. يا اخي ما اعرف اقرا انجليزي. يا بعد روحي يا سام وابرار الله يرحم لي والديك. اي الله احكامك سعود. ابرار ابرار ارسل لي ورد عشان اشوف حسابك، عشان يمكن اضيفك تصير صديقتي. مدري كانه صرت شفت صوره كذا ورديه او بنفسجيه. اي احكامي الحكم لو تبترين ذا الراس ذا الدبدوب اللي معك. لا الحكم الثاني شريتها تكتبين 200 ريال للمبذر. الحكم الثاني احول لك 50 ريال وترسلي لي اياها رمكس والرسوم عليك. الله تعقب، والله شو اللي تعقب؟ تعقب صدق. ليش ليش اعقب ليش؟ طيب انا شو اللي شو اللي ليش اعطيك دبدوب شريته ب 200 ريال؟ ليش تعقب يا اخي؟ قول ما اعطيك. ليش تعقب يعني؟ انا ما واصل راح مرحله اعطيك. زين يمكن دبدوبك الخايس. غني لهاني منير، في انسان يبيك تغني لهاني منير، ما ادري من هو بس انا اغني له. بغني لها من هذه قبل هذه بس. يلا احول 50 ترسي الدوب. احمد ربك ما قلت يلا ببلاش. الحكم الثالث تصورين نفسنا انك تكتبين يا جمالها الاوروبي. أول شيء غير أحكام الدبدوب، سعود سكورك عالي، ما يسوى تحكم أحكام سخيفة زي كذا. طيب انا راضي اني احكم احكام سخيفه. أنا ماني براضي، أغير أعطيني حكم رابع. تبي احكام صرخ يعني؟ عادي يعني، بس اوكي. الدبدوب الحكم خالي. الاول تاكلين بصلتين، الحكم الثاني تاكلين فلفلتين، الحكم الثالث تجيبين تحطين فازلين على شعرك لين يخرب ويصير شعرك خايس. يلا نفتي. هي هي يلا هي هي، ما انت ينفع حكمين أكل، دز أمها. خلاص يلا اشيل لك واحد، اشيل لك حق الفلفل. طيب وش تحط بداله؟ معجون اسنانك مع وجهك. معجون اسنان ممنوع في التيك توك. مين قالك ممنوع؟ ممنوع، اذا حطيت على وجهي ممنوع، ما ينفع. طيب الحكم الثاني تاكلين المشط. سعود احكم زين. خلاص الحكم الثاني تحطين على دبدوبك معجون اسنان. ايش؟ تحطين على معجونك، معجونك على على دبدوبك معجونك؟ معجون اسنان، على دبدوبك معجون اسنان. يلا نفتي. يعني كل ظنك بتجحفلين يعني؟ لا ما راح اجحفل، مو عشان كذا. الكايد يا حبيبي الكايد. يلا نفذي. الله يسعدك. لا 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 اعطيني احكام. طيب وش قلت عيد من جديد؟ اعيد لها شباب ولا لا؟ اذا ما عدت انت الخسران ما راح خلاص. نفذ. الحكم الاول بصالة تاكلينها، الحكم الثاني تحطين معجوسة على دبدوبك على وجهه، الحكم الثالث تصوريني سناب تكتبين يا جمالها الأوروبي. مصر 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 انه اصور سناب. ليش؟ والله اني جميل ترى، والله والله اني احبك. ادري بس يعني ليش صورك سناب ما يجوا ثاني؟ بس ترى مو ذاك يعني، حب 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 احترامي. اص 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 آه ماذر جيبي جوالك الله يسعدك عشان جوالي ثاني طافي. تصدقين لو لو اني عرفتك يعني قبل لا تصير مشهور وكذا وما طلعتي على الساحه ترى بفضفض. تفضفض، ما نبي نسمع. ترى بس افضفض يعني ما في لا شيء. لا تفضفض، ما حد يبي يسمع يا اخي. بس افضفض يا اخي، بس أص. افضفض. لا أص.
يا اخي بس ابغى افضفض، ماني قايل شيء غلط يا اخي. ما تفضفض عند امك، لا تفضفض عندنا. لا تغلطين على امي كذا. ما غلط على امك يا حمار، اقول لك روح فضفض عندها لان هي تسمع لك يعني. افضفض عيال. انتبه في مرايتك وين؟ هذه خالتي. ايه لا تلفي. مساك الله بالخير خاله. هلا والله. انا ادري انكم زعلين علي وكذا بس ترى عادي. اي والله ما بالله يا خاله سالتك بالله سالتك بالله يا خاله صديقي. هلا بالله مو اسلوب بنتك شوي نرفز؟ انت والله انت اللي تخليني احبك. يلا خاص ساري يذبل ورد حبنا يختفي لونه وبريقه مو حرام الورد يذبل. يا عيال تكفون تكفون ضيفوا الدعمين تكفون. سكر الباب شكرا. عادي افضفض حق التفضيض التفضيض لا 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 تدرين في وحده. طيب ما راح افضفض عنك انت، عن وحده ثانيه غيرك. طيب يلا عادي عن واحد ثاني عادي نسمح لك. في واحدة يعني أنا ما حد يتحمل الفضفضتك بس يلا. نفس نظامك وكذا لونها يعني مو مشهورة وواحدة أعرفها وكذا بس يعني أنا شفت إنها جميلة تقدمت لها على طول بس ماش الشهرة خربت كل شيء. الحمد لله إن الشهرة خربت كل شيء. يا جماعة لا تنظرون المراية ما هي باين شيء. لا تموتون ما راح يبان شيء. ها إيش نفذتي؟ نسيت الأحكام. طيب اي صح. شو اسمه صورتك والله العظيم بنزله والله العظيم بس انه ما اقدر ادخل السناب جوال ماما. ما حطي لي منشن. ادري اني ما حط لك منشن يلا عشان اصير مشهور بس اتوثق ادعمك. انت للحين خلاص ما راح تنام رايك. أقول انت اول حبيب حبيب وانت اخر حبيب ما ظل وتغيب عيني بعدك تنام على الدنيا السلام سلام بالعشق والغرام والله بعد عيونك على الدنيا السلام والله بعد عيونك على الدنيا السلام. ترى صوتي شوي تعبان عشان يواصل والله يا عيال. ايش يقول؟ عايش عمري من دون احباب. بعطيكم انشوده. اوكي بعطيكم انشوده. انشوده ايه. يلا فرحت بس بحط صدى عشان تطلع. هذه مو انشوده. شنو اجل؟ ما ادري انت ايش تحس. دامني قلت انشوده ليش تتكلم انت؟ فرحت ناشد الظلمة عيني فهذا الليل ضيعني خطاه فلا خبر ولا أمل يواسي وعزف الموج أرعدني صداه وأني تائه في بحر حب وكم قبلي من العشاق تاه وإني تائه في بحر حب وكم قبلي من العشاق تاه فوا سفاه لقياه سراه ومن يلقى السراب إذا أتاه أريد الحب في قلب شريف خذيني بحار إلى رباه
ولا أمل يواسيك. والله صرت تعبان ولا كان قدام. الله عليك. بلا عجبتك؟ يعني شوف هو صوتك ما يحتاج إني أقيمه يعني. أشياء ثانية هذه تغاضي عنها. يا بعد روح. ليش هديني متابعينك اليوم هدوها؟ عادي يعني جولات عادية إيش فيكم؟ قلت ترى طلعت مع شاشة بوكس وأنوك. أقوى شخصنا. شفتها يقول هذه السماء وتزينت بكواكب والريح تجري والسحاب بأمره. يا الله يا أخي أنا أحب الأناشيد والله أني أحبها. صح الأناشيد والله بعضها يعني يكون فيها كلمات معبرة أكثر من الأغاني. يا بعد يا تكفون كل الشات سام سام سام. يا بعد روح يا سام. الحكم الأول يا أمورة. تغني لي يا حبيبك ما يجي وينه ما أدري شو اسمه يا حبيبي ما يجي. أنا اعتزلت الغناء عشان صرت شلت حنجرتي. أحلف إنك شلتيها. شكرا يا إف ال إيش. أحلف إنك شلتيها. ما راح احلف بس اني خلاص ما صرت اغني يعني. الحمد لله انك شلتيها يا رب لك الحمد وحتى ترضى. ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد وبعد الرضا. تعود تعود اقسم بالله لو ما انطميت ابى اقول لهم انك انت كنت شويه تموت عشان تخليني اغني بس انا ما غنيت عشان انا ما ابي اغني. اعترف يلا بسرعه. شوفي بقنعك شيء بشيء بقنعك في شيء من الطرفين. دقيقه ريلاكس. الله ياخذ شيء ويعطي شيء. الله أعطاك جمال وخذ منك صوت. أنا الله أعطاني صوت خذ مني الجمال. شفت الفرق؟ شفت التناغم؟ كويس إنك مقتنع يعني. مقتنع طبعا أكيد طبعا أكيد مقتنع. لا أنا الحمد لله ربي معطيني صوت وجمال يعني. طبعا جمال مشيناها صوت مستحيل. لا لا مستحيل. اسمحي لي اشتريه شكرا. يا رمي قد تقول اسمك صح بعد. أنا اسمه فاضل. فاضل شكرا. بالله أنا نفسي أسأل أو قرجني نفسي أسهل كل المشاهير. هل هم نفسي يعني؟ أنا أشوف قاعد أشوف ناس تدخل البرنامج تيك توك علشاني. يا ساتر يا ساتر يا مشوار الكون. ورب الكعبة ناس تدخل أقول لك أعرف لك داعمين ما في أقوى منهم ذا البرنامج ما دخلوا له علشاني. سعود أقسم بيت الله ناس لو خليها عند أحد ثاني مو بعندي لأن أنا ورب الكعبة أقسم بيت الله ناس يدخلون علشانك. الله وكل بث كل بث كل بث كل بث كل بث كل بث اشوف ناس تكتب لي اه الحمد لله اني وصلت لك والله يا سعود اني داخل البرنامج علشانك والله يا سعود اني داخل البرنامج علشانك. هذا الشيء هذا الشيء اللي مصبرني والله 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 اني دائما ناس يجوني في الشارع في كل مكان. سعود انا دخلت تيك توك عشانك. حملت والله صدق شوفي انا ابغى يا سعود عشانك. شيف. والله صادق خلاص تاني. خلاص صدقت عشان متابعينك يقولون انك صادق. شوفي واحد كاتب انا اول واحد كاتب صادق انا دخلت علشانك صادق صحيح حتى عندي والله يوم وش فيك وخلاص صادق والله صدق ترى والله صدق لاني انا انسان قاعد اقدم شيء جميل صح شيء ينحب يعني شيء على فطرة شيء جميل شيء ينحب صح شيء جديد شيء صح خلاص صح صح صح. في احد يبث من تحت تستهبل. شو من تحت؟ ليش حاط الجوال تحت؟ جوالك ولا جوالي؟ جاوبي تتحجر كذا يعني. بثك ولا بثي؟ بثك ولا بثي؟ تكلم زين عشان لا اهفك بكف. جاوبي متوجه ذا الاحمر. وجهي مو احمر وجهي الاضاءه خلته احمر. وجهك احمر لو صرت شف صار وردي. ما شاء الله فكي جوله. الاحمر والوردي احمر. الاحمر احمر والوردي وردي. الاحمر لا ما في شيء لون وجه احمر. الاحمر بلو ولا الوردي جلو ولا واحد بلو يا احمر. هذا البلو هذا لوني المفضل. ما اخذ الكوش عشانك انت انسان غير مزق.
يلا ما يعرف الالوان ترى ترى يقول ترى المسائي ترى ده وش ترى يعني يا ترى دقيقة لو بس بسوي رجلي، ترى دولة مشيتها عشان خاطرك، هالمرة ما راح امشيها، جيبي مستوى ولا بتفاهم معك؟ ما عندي مستوى لان متابعيني مو موجودين، اقصد داعميني مو موجودين. ما في اسمه داعميني. تصدقين اني صدق والله بقول لك شيء، تدرين اني استحي اقول داعمين؟ يا اخي بتهاوش معك والله العظيم، لا ما علي منك، اتكلم عن بتهاوش نفسي. معك، قاعد تحجرني على كل كلمة اقولها. والله يا سعود لو والله ما قاعد احجر لك، تدري وش بسوي فيك؟ والله ما قاعد اني صدق انسانة اخ صدق والله ما قاعد احجر لك اني انا انسانة واحدة. طلعت عيني مايك ليش شكلك يا عيال كبسوا يا عيال بالله شيركم، والله صادق ترى لاني احس اشوفهم اكبر من شيء زي كذا، يعني طيب احسهم سند، ناس توقف معك طيب بعيد عن شيء اسمه دعم، طيب لو ان في ناس بحضورهم. طيب طيب اسكتي. يا صبر الأرض، إيه والله يا صبر الأرض قسم بالله. ايه لو اني من حقين الثانيين كر 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 مين كر كر مين 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 الثانيين مين؟ كر 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 ما ما أدخل مع أحد يا متخلف، مين اللي أدخل معهم أنا؟ كر أنا كر الله كر أكبر، كر أنا كر عايشة عيشة الإنسان الهادئ، الإنسان اللي حاله على نفسه، الكايت. شكرا هي حالك حال تفضل نفسك، ثانك يو. ولو لو قالك واحد بالتكست بكت قاعد تهاوشيني. اي انا كومنتي نتفاهم نتهاوش مع بعض كيفنا، بس لا تجي تلقح كلام علي يا عيال يعني انا اصلا ما اسمع. 120 نقطة ناخذ 2 بوند اليوم ان شاء الله نجيبها. الحكم الاول تتنزلي لي يا اسد. عندي فلوس اقول لك، شريت الدبدوب هذا باخر ما املك. الحكم الثاني تقطعين ذندبدوبك. لا قلت لك وخر عن الدبدوب، الحكم الثاني تشتري لي شو اسمه سماعة كبيرة، ما اشتري لك ولا شيء تشتري ولا شيء سماعة. لانك ما تستاهل، لانك ما نفذت ولا حكم من احكامي اللي قلت لك تجيب لي فيهم شيء. جبت لك لوحه يا واقح ولا جبت لي الاشياء اللي طلبتها منك، كلها كانت احكام ولا نفذتها. خلي ساكته الكايت. شكرا. ترى ده الكايت صديقي بس يحبي مازح شوي. تهاوشوا بليز. لا يا جماعه انا قلت له اني بقعد هاديه، بس هو ما يخلي الواحد يكون هادي. شو اسوي انا؟ هو مستفز والله اني هادي بس انتي ماشي والله مستفز. فضل ثانك يو. كت كات. هلا وغلا، هلا ومرحبا. مين هو؟ بعدين انت عندك شوارب جايبت لي مشط حق شنب. عشان المشط فيه شوارب خضرة اللي ما عندك شوارب يعني، بس صادق انت ترى هذا وسخ يعني، بس مويه ويروح. اهم شيء انك مقتنع، هو اهم شيء من الاقتناع. بالعكس الاقتناع نصف الفهم. القناعة كنز. طيب عادي والله الكايت خذ راحتك، انت تمتلكه، رغد اهم شيء انك تستاهل. مقتنع يعني. طيب عادي انت المفروض تقتنعين انك سلوبك خايس. اسلوبك خايس، انت تطلع كل ما املك من سوء وتقول اسلوبك خايس. سد حلقك. بعدين صدق يعني انت بشرتك وردية، تحطين ايلاينر ما ايش اسمه هذا وردي ليش؟ بشرتي مو وردية، انا شقرة مو وردية. الكايد تدرين اني انا برونزي. بسم الله البرونزين. ليش مو باينين بر 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 لا بم؟ يا الله يا اخي مشكلة مشكلتك يعني، ما ودك تعترفين اني يعني جميل. انت بنفسك ما تعرف انك قبيح. وامزح مو قبيح يعني، امزح يعني. انا ابي اجرحك عشان اشوف كنت تصيح. ابهديك اغنية، اديني اغنية ويقدون شرايين يكتبون علي. بوعل شلون. لا لا بعطيك واحدة ثانية. نسيت تابي طلع انسان هاكر، والله حاير انسى حبه لو ذكره، حاولت اربح محبته وما خسر، رد بس يهني قلبي وما يكسر، يهني قلبي وما يكسر، شغل حب البال. لا خل غني. شكرا يا صقر، شكرا وفضل سام يا حظني لك يا سام. ما عاد روحي راح تغني. لا 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 انا ما اغني يا جماعه، جيب لكم نام. خل هو يغني لكم. ما ندق على الخشب لما تفوت،
نضربه على الوجه يا سام، مدري ايش بينا سنين اليم بشعره وبعده طويل، الله يا شارك يتعب متوني، الله يا شارك يتعب متوني، سنين اليم بشعرك وبعده طويل، الله يا شارك يتعب متوني. لحكم الأول. عزيز انت وعز حسام. الحكم الأول تفضل. تشتري لي طبق بيض. ايش؟ والله ما اشتري لك شيء يا سعود. خرب بيتك، طبق بيض ب 28 ريال مدري كم. ما راح اشتري لك شيء، حتى مصاصة ما اشتري لك، حتى حلاوة ما في، ما في ولا شيء، حتى شيء بنص ريال والله ما اشتري. ما 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 ابغى تشتري لي، ما ابغى تشتري لي. اي ما راح اشتري لك اصلا، مو سالفة ولا ما تبي. الحكم الاول سجن، وانت متابعينك عندي في البث مدة 20 دقيقة. ايوه انا ما اتحملك في الجولة عشان اتحملك 20 دقيقة. حرام كذا. ثاني. لا كذا بقطعت رزق. الحكم الاول يا زينك والله انك حلو، بس انك ماشي ما اقدر كل ما بيمدحك اتذكر انك اسكت. طيب اسلوبك خايس خايس يا اخي. انا اسلوبي خايس اخي، احب اني انا اسلوبي خايس، يا رب اني اقعد كذا للابد. انا احبك بس مو لهالدرجه يعني تخلين اسلوبك خايس. يعني انت المفروض اخليك اسمع، انت اروح اخذ اسلوب أم دانيا ديانا هذه وأحطها فيك بس. إيه خلاص خل أم ديانا تنفعك. أم ديانا عمرها 600 ما شاء الله عليها. إيه عادي بنتها. بنتها تربيتها. يا أخي أخذ أسلوبها بس. يا عزيز أسلوبك. كتكت حياتي. وصلت لك لك أنت بس. حظي شكلنا الله كاتب لي حظ في الأمهات بس. إيه. اسمعي. اسمعك شو نسوي؟ أخيرا ضحك يا ربي، لك الحمد يا ربي. ذا الاكتئاب اللي انت فيه أول مرة تضحك. والله ماني مكتئب، بالعكس والله أنا مبسوط. أول مرة أشوفك تضحك يعني بعد ذيك المرة يعني. والله وكي تاني صري تحكم ولا لا؟ حكم لو تكسين ذي المراية اللي حكينا حقت بنشري اللي يقول قدم قدم ذيك. أنت البنشري والله. تكسرينها. الحكم الثاني. البنشري والله. الحكم الثاني. الكومنت ضحكوني بس. الحكم الثاني تسوين دويتو مع مقطع من مقاطعي. ما اسوي دويتو والله، ما اسوي دويتو مع اي حد. الحكم الثالث تكسرين ميك اب. ما في، ما اسوي دويتو بعدين وش اللي يكسري ويكسري؟ تكسبين صارت مليون على الغفله؟ تسبين مليون صعب علينا؟ اي يلا قومي نفسي. سعود الحكم الثالث الرابع تمدحيني لين اطفش. تراك ما قلت الحكم الثالث. خلاص الحكم الثالث الحكم الثالث بالله غني خلنا نستانس. اسمع غير حكم الدويتو لاني ما اسوي دويتو مع احد. خلاص اخذيها حصانة، اخذيها حصانة. اوكي يلا. يا تبين شيء؟ لا سلامتك. يا هلا. يا الله شكرا والله سام. سام اي لاف لك في قد السماء. بيلي ابي ناس عندها مستوى يا شيخ، ما نبغى الدعم يروح كذا، ابغى ناس تنجلد. اوكي نبغى ناس تنجلد. اوكي دقيقة شوف أنا ناس دقيقة. دقيقة أنا أبغى ناس تنجلد. بوعلي شلون شبه المجنون فارق الإنسان يسوى للكون، محتاجك حيل عايش بالويل لو
فجان الليل يبتشين عيون. سامحني يا زعجك يمكن حالي كلش ما يطمن، لو جاب النجمة بيده ما اريد ما حد غيرك يعجبني، لو كل الدنيا تحبني في المرة محضني ما اريد. بن ناصر يا بعد روح. ما مرتاح قلب الليلة واداك، أنا مسافر الليلة لأن ما بيدي حيلة، أنا مسافر الليلة. بقول لكم صوت البنت كي تغني في المدرسة، لأن ما بيدي حيلة زمان ضيعني ما ردا يضيعك، زمان ضيعني ما ردا يضيع عيش بدنيتك شلك بالهموم. أنا تعودت على دمعات كل يوم، عيش بدنيتك شلك بالهموم، أنا تعودت على دمعات كل يوم. حياتك صافية ما تعرف غيوم. مع مين تدخل؟ حياتك صافية ما تعرف قيوم. مو بيض. هاي سعود، شنو تحكمين على وادم؟ انا بحكم عليك كمان، وش رايك انتي؟ ايوه انا احكم عليك. متأكدة؟ متأكدة. وانت متأكد ان انا ما راح احكم عليك؟ انا متأكد 100% راح احكمك. وانا متأكدة 100% راح احكم عليك. متأكد 100% ما راح. شوف انا عادي، شوف انا هاي لو ادخل في جدار ما همني الحكم الاول. عادي لو دخلنا بجدار في صبه ما يهم، اهم شيء احايط. الحكم الاول. يلا بس منك الحكم الاول، تقطع الستاره هذه كامله. الحكم الثاني. الحكم الاول تقطع اذنيك. الحكم الثاني تضحكين زين. الحكم الثاني تضحكين زين وتحركين براطمك ذي الياس. ما اقدر اضحك، مسوي عملية. يلا من ذي العمليات تضحكون على الشباب يحسبونكم صواريخ وانتم بس تسوي بعد لازم مورانا اللي احنا نسوي ونحط ونشيل. الله يقطعكم بعملياتكم، خربتن حتى سمعة البنات. المهم الحكم الثاني. الله خالقك احسن خلق، تروحين تلعبين فيها ليش؟ فلوس زايدة، شو نسوي؟ فلوس زايدة. كبس وشيء لايف. أبي أحكم على الله عز وجل. متكبس. الحكم الأول. الحكم الأول. أبغى وجهك. الحكم الثاني تحلين الصفر. إيش؟ تغسلين وجهك موية. ما أبغى أسمع شيء اسمع بكيا. حرام عليك توي راجعة من مطعم وحاط رموش ومسوي أظافري وحاط عدسات. يعني ما تقدرين تطلعين مطعم دون ما تسوين هالسوالف هذه كلها؟ لا ما نقدر، رايحه مع صحباتي طبيعي احط ميك اب ونتصور. وليش تحطين ميك اب؟ يعني ما انت واثقه من نفسك انك حلوه؟ لا تتغير النفسيه، احنا البنات يوم نطلع مطعم ونحط ميك اب ونكشخ كذا نفسيتنا تتغير. يمتكتي لو احط الاينر اصير مزيون؟ انت لو تحط ما تحط ما راح تصير مزيون. وحالف 100% اني كذا وجهي كذا احسن من وجهك الحين. الدبل يا عيال، تريبل يا عيال. ليش الدبل؟ اخذنا بالسواليف والدبل عندي ما ادري. تريبل يا عيال، تريبل. ليش شيروا لايف وكبسوا؟ أبي أفوز. تربل. أنا هايط علي يعني لازم أفوز. يا عال كبسوا لما كبس، كبسوا في تربل كبسوا بليز وشيروا لايف، شيروا لايف. الهنوف. نعم. برار يا بعد روحي يا برار. إيه ممكن تشيرون اللايف. الحكم اسمعي، ممكن تشيرون اللايف بليز، لان الدبل
ما تقفل عندي فما اتوقع بنفوز. ضاع العمر بالخوف شفنا وبعد شنشوف ما يتمر المعروف وما تنبيه للعين. الحكم الاول استنى وش الحكم الاول لسه؟ والله اني ما صرت انا اسعدكم من شنو حالة إنسانية من جد لازم نفوز. أنت حالة إنسانية؟ حالة إنسانية على 59 هذه. ترى صدق. من شنو فايز المالكي؟ لا 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 ت... لا لا تتفاولين على نفسك. ترى أنت. استهبل استهبل عشان. يا أخي ما في الموضوع هذا ما في استهبال. أنت شايف ال 61 61 إيش هذا؟ الله يبليك في نفسك عشان تعرفين تصيرين إنك. أعوذ بالله بسم الله. أجل ليش تتفاولين يعني أمزح أمزح. الله يحفظني إن شاء الله. استهبل استهبل استهبال. اليوم اسمع اليوم كني شفت اليوم كنك شفتك محكوم شايل كفر. تابعيني من ورا. والله كنت في اللايف شفتك قاعدة تشيل كفر متضحك عليك. ما قدمتي وصبرتي خمس دقائق عشر دقائق. تخيل دخلت وشفتك تطبق حكم وضحكت الصباح ضحكت وطلعت. وما قدمت شوي شفتي شلون خليتهم الحين راح اخليك تشيل الستبنا اذا فزت. اتحداك تفوزين. بس ان شاء الله يكون عندي مستوى اشوف الناس طلعت من ورا سواليفك البيض. والله لا اشيله والله لا اشيله اذا فزت. ايه اوكي نبي نفوز بليز. لا واضح انا اللي بشيله. ضحكتك جميله. شكرا. مسوي عملية الخشمي ماني قادر أضحك زي الناس. زين ليش سويت عملية خشمك؟ سويت عملية تكبير خشم. أحلفي. والله سويت عملية. طيب ليش سويتي؟ يا أخي ما أدري كنت أبي أرفع الأرنبة وأبي أصغر فتحات خشمي وسويتها. شوف والله شوفي أنا متأكد 100 مليون% قبل تسوين ذي السوالف كلها إنك كنتي حلوة. طب أنا صدق كنت حلوة تدري إني ندمانة إني سويت بس يلا ما عليه. الحين ما في جحفلة ما في أحد يجحفل سيروا اللايف. تدرين أنا شو بسوي؟ إيش بتسوي؟ أبي أعبي هنا هواء مو هواء شو اسمون هذا؟ تبي تسوي غمازات؟ لا مو غمازات يعني مغمزونك إن شاء الله سكتون. شوف أنت يبغى لك إخلاء طبي كامل على وجهك. نبدأ من وين ونخلص وين؟ دكتور إيش بيسوي وإيش بيخلي؟ شو بيسوي شو بي بس تعديلات بسيطة أطلع مايكل جاكسون. طيب يلا عطني حكمك 77 انا هاي اعترف. والله ضبطك هذا حق التخلاط طبي حلوه. طيب يلا اعطيني حكم. زين اسمعي يعني صدق هذه اللي الهواء اللي ينفخ ذولي يسمونه اسمع روح البنشري. لا لا فيلر 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 هذا هواء هواء تروح البنشر تعبي هواء ببلاش وتمشي. بسوي فيلر هنا وبسوي تاس. انت تقدر تروح اي مكان بسوي صناعية يضبطون امورك. ايه بزبط الامور كلها. يحتاج لك وزن وترصيص سمكرة شوي بس. خلاص حكم الاول. طيب حصلنا الدنيا فوضى حصانة وين عايشين؟ يا تحت حصانة الناس ويكند مستانسة وانت جاي تحكم علي ويش نلعب كيرم انا وانتي جالسين بطاولة نلعب كيرم ودعوا في احكام حصانة عاد الناس تسامح بعض. انا ما اسامح انا انسان ما اسامح. حكم الاول. طب يلا حكم الاول تمسحين ميك اب كامل. لا حرام حرام وين تدري كم صار لي فاتحة لايف؟ صار لي 20 دقيقة بالضبط. كويس عاد تسكرين 10 دقائق تظبطين الروح. لا 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 عشان حاطه ميك اب اماني. لا انا مبسوطه دائما يشوفوني من غير ميك اب. انا مبسوطه كذا حاطه ميك اب. تدرين جمالك جميل بس انت خربتيه. سامح اسمع سامح رمضان على الابواب. سامحني. طب خلاص اسمع عطني عطني حكم حلو وانا فيه. الحكم تضحكين وتطلعين لتك هذه وانت تضحكين. ما اقدر هنا منفوخ تسعود. هذا هذا الحكم اذا طلعتي لتك مسامحك. ما اقدر شوف اضحكك. اضحكي واسمع واذا مره ضحكت ارجع كذا امسك نفسي كذا ارجع عشان خشمي ما يصير له شيء فهمت. زين ليش ما تسمعين عراقي عشان ما تضحكين؟
يا اخي عراقي ضيم، احس عندي قصاص بعد 5 دقائق. وين؟ زين طيب زين طيب زين طيب، لا شيل الفلتر، شيل الفلتر والله. لا ما راح اشيل الفلتر، خشمي من هنا شايف في كدمات. طيب هذه كدمات، ذي كدمات الوكاله حق التعديل. الكدمات حقت الوكاله يبغى لها شهر وتروح ونفتح من غير فلتر. وزين ليش ما صبرت شهر وبعدين بثيتي؟ لاني تدري كم صار لي عن اللايفات 3 شهور، هذا سادس لايف. كذاب، قبل 5 ايام شايفك تبثي. طب ايه انا قلت لك صار الاسبوع هذا 5 يوم. داخل ما بنقال انت، داخل ما بنقال انت ولا في انت تحسبني باللفه ترى صدق انا قاطع لي 3 شهور. في نقطه حمراء هنا، في نقطه حمراء. ها ما يحتاج نقطه حمراء، واضح على وجهك. شايفتني اللي لي بالشربيه يومين. ما يحتاج نقطه حمراء، واضح. يلا سامحتك. يلا يلا ثانك يو سعود. يلا جمالك فرنسي. باي باي. فرنسي بلدي. باي باي. يلا يلا دز اطلع بس خلص. يا اخي والله اني صاير احب امزح وايد، بس اني احس اني احس اني اجرح شوي، بس لازم اعدل اسلوبي مع الفتيات. دقيقه ذول الناس يصرخ 5 دقائق. والله صاير شرير تصدقون. والله وما حلفتوني بالله. دقيقة بس المعذرة منكم يا إخوان، تراني منسدح بس عشان ظهري والله يوجعني شوي. والله شوي والله ظهري يوجعني شوي، بس أعطوني فرصة بس أستلقي أريح بعدين أقعد. أنا أذنكم الحين نبغى ناس، نبغى ناس. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وأخذها الهوى. في عز علي غنيت يا حبيبي، لا أول مرة ما بينكم سوا. سألوني أقسم بالله في ناس نفسي أمسكهم والله وأنقدهم من جد. دقيقة والله في نفس ناس يعني بنفسي أمسكهم وأنقدهم، نعم فعلا ما يستاهلون أنك حتى تطلعهم معك. هذي مين يا ربي معي يدخل قستات؟ ليش دقيقة دقيقة، هذه مين؟ دقيقة بالله يا إخوان، اليوم لا إله إلا الله. بالله شوف عيوني حمر، لو سهرت الليل وعيوني حمر أسهر معك عشان أسهرك وأسهر معك وأقول ما عاد من القمر قمر. يا هي القصايد من زمان والله إني أكون شاعر قصيدي. ذكرياتي يا الله ذكريات، تأخذ شوف إنه واحد نحكم عليه، هذا أحس إني نفسي أحكم عليه. يقول دايم بالله يا عيال ابغى تصميم على قصيده، ابغى اشوف نفسي مره لو مره ترند اقول قصيده. صوروا صوروا. يقول دايم بدايات المحبه مثيره ورسائل الجوال تشهد علينا، او الرساله ما هي مثل الاخيره تدرجت بشويش لين انتهينا. لا انا شاعر الدجه والله، يعني كان الشعر. سعود انت انت فنان صوتك طربي، ايش لك بالامور هذه يا سعود؟ خليك على محتواك شعر زي شاعر. صح لسانك، صح بدينكم والله. بالله يا عزولي اوكي، افضل شنو بالفطيس عندك؟ شنو الشعور عندك؟ تعزيز بس ولا لا يعني والله تصدقون عندي شعر اني اقدر اقول شعر ارتجال من عندي. يقول لا شهم مطروخ بفعاله،
شهم ومطنوخ بفعاله، هذا رفيق الدرب سامة وسامة العدوي، شفتوا سامة العدوي، شفتوا كيف بسرعة رتبتها تأليف، والله كله ضبطت أنا، والله إني أحس إن عندي حس شعري. يا ربي تعال، كم 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 ناصر السلطي، كم كم ناصر السلطي، كم ناصر السلطي، تتهرب دقيقة بس خلنا برد جوالي. كم ناصر السلطي، ليلة ليلة ليلتك سودة يا ناصر السلطي، الليلة ليلتك سودة يا ناصر السلطي، ناصر السلطي الليلة ليلتك سودة. كل ناصر السلطي يقبل، لا يتهرب من وحوش التيك توك زين، قلوا لا يقبل. إذا أنا خايف مني خلوه يقول لي، لأني راح أرحمه بعد الله يعني بعد الله. يقول في خشمي كبير، والله أنا صغير، مو هذا خشمي يا عيال، قسما بيت الله مو هذا خشمي. دقيقة بشوف بل بتأكد هذا خشمي. تجميل، والله أنا خشمي شو ليه كذا، ما أنت عودت خشمي يكون كذا، تعودت يكون صغير كذا. إيه استغفر الله، قلت مو خشمي طلع خشمي. أجل والله أنا يبيله نفس ما قالت، يبيلك إخلاء طبي. بدي دقيقة بس بجيب السلطي يا إخوان، ثواني دقيقة بجيب السلطي، دقيقة بس ثواني بالله، أنا ذنكم بس نشوف السلطي لأنه توفك لاي شكله. هذا اللي بيني وبينه تار كبير كبير، تار كبير، بس ما أذكر مين فاز آخر شيء. لا رجع فك السلطي، رجع فك لايف، بس دقيقة خلوها توه فك لايف، بس خلوه يرتفع لايفه عشان يقدر يلعب هو مرتاح، فهمتوا؟ دقيقة كلمة، وين راح ذا؟ وين راح ناصر؟ تعال وين؟ إن شاء الله أبرار، سمي أبرار يا أخي. أنا فقدت ناس، خسانة وانجل يا أخي، ما عاد لهم بينا. خلني شيل ماجد المهندس، تمام أبشر. أي والله وحشني موت، خاف بعدك أموت، والله وحشني موت، خاف بعدك موت، قلبي لو من حديد ذاب. دقيقة، وانت بعيد ما خسرتك حبيبي. أبرار كتبت لي سعود بس ما شفتها ردت. وين ألقى حبيب، وين ألقى حبيب، والله وحشني موت، خاف بعدك أموت، والله وحشني موت، خاف بعدك أموت، قلبي لو من حديد ذاب، وانت بعيد ما خسرتك حبيبي،
وين ألقى حبيب ما للجوم وطان دام السما عيونك بسمتك. شيل ما ثبت الجوال دي والله راح تتخيلوا أبرار شو تقول. أبرار كتبت شيء؟ أنا قلت لي سعود وبعدها ما عاد شفتك كتبت شيء أو أني أنا ما ركزت. بس بالله إذا كتبت شيء بالله قلوا ليش كتبت. إذا ما عليكم أمري أنا يلي إذا السلطي طولها وهي قصيرة. وينك يا ناصر؟ ناصر إذا أنك خايف قل لي ترى عادي. قلوا لي قلوا لي قلوا سعود ارسل لي. يا عيال معي ولا علي؟ إذا أنكم معي دزوا قلب، اللي معي يدز قلب بس نتأكد معي ولا علي عشان لأن دعوة بها صرخ بها بمجزرة بتصير ملحمة. شكلك خايف مني صار لي 5 ساعات. أسف والله فتحت يا حبيبي. فإحنا قاعدين هيك بنعمل، أنت أول واحد إن شاء الله بدنا هيك نتمضمض عليه. شنو نفسك احكم عليك؟ انا اخر مره حكمت عليك جلدتك صح؟ انت اخر مره فزت علي نعم، وانا مبسوط انك فزت علي المره هاي ما راح تفوز. حابب تفوز انت يعني عادي ما في اي مشكله. وش حاب افوز؟ انا راح اخذها، انا راح اخذها طرق. مين سالفه حاب تفوز؟ دعم قوي من نعمتي بس يعني احنا كمان يعني لا تستغلوش فينا. شو وضعك؟ أنا كل اللي بثي دائمين أقوياء والنعم منهم والله، اللي كبس واللي يرسل ورد. أنت بتحكي كثير. تبي فعل يعني فوز علي. أوكي جهز حالك لحكام الصوت. تعال شاو شير مي ابعث يا الله دز جولة. سيسيت عمي راح انت يا عيال تكبيس، يا عيال تكبيسكم، تكبيسكم لا يوقف، تكبيسكم لا يوقف. جاء الدبل تكفون يا عيال، نشد كلنا في الدبل. جاء الدبل نشد كلنا في الدبل تكفون. أنا أبغى جوالي يبرد بس. تكفون يا عيال، جاء الدبل تكفون، نشد كلنا في الدبل. عبي أبرار، أبرار من زهير. بيعملوا زيخ عشان ايش؟ يقتلوا الموت على فينا عشان ما حد يكبر. عادي عادي عادي، ضربوا وجهك وزيك عشان ما تكبس ولا شيء. انت كبس ابرار، لا تقلق. قول يا انتظر الدبل تكبر. انتظر الدبل. يا بعد روحي يا ابرار. ولك قول يا رب، ولك قول يا رب. يا ربع في الدبل أبرار وكل عيال في الدبل. ناصر غير أغنيتك ذا الخايسة. تريبل 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 تريبل، ركز تريبل تريبل تريبل. يعني ضرب 3، يعني لو دزيت واسد بتصير 3 سود. تريبل أوكي أوكي. 38 وردة، 38 وردة يعني. تريبل تريبل ترابل ترابل. اوكي تربل 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 ابرار.
أبرار مع 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 اضربوا 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 ارحم اضربوا ارحم يا احمد حي يا احمد حي ارحم يا احمد ابعد روحي والله ابرار شكرا يا ابرار شكرا 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 والله من جد ابرار كل الدعمي شكرا 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 يا عالي الفرق كثير الفرق 200,000 سكور الفرق 200,000 سكور مره كثير لازم نشد مع بعض الفرق 200,000 سكور فاهمين كيف 200,000 سكور شوي كثير لكن ان شاء الله نستطيع يا الله يا رب حينا يا رجال الاردن الطيبين اهل الكرم والبطوله يا عال تكبيس شير تكبيس شير تكبيس شير لا تجح في الواء اطلعوا بدري مالك ايه اضحك يا غالي عادي فوز خسارة اللعبة اضحك ايوه اضحك لا تحبني انفع انفعك تريبل تدري اخر ثواني يا عيال شكرا شكرا شباب شباب تبقى خصم متهالك سعدينك يا احمد وحبيب وحمدان صالح جهاد محمد اوكي اوكي ميح الله يسعدينكم شباب يعني اقول لكم ضيف احمد يعني ما ترى فعلك فعلك والله الحال يا حبيب قلب اخوك الله يعزك يا احمد فعلك دعاتك ضيف قدامي تكون اضغطوا على مشاهدات فوق ضيف قدامي شو حكمني اخر مره شباب اخر مره الاسد وما نفذته ما نفذته والله صح والله انك شارك صح والله نسيت اقسم بالله ناسي خلاص خذها جوله خذها جوله في جوله ولعب فاصله صحيح والله صح 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 لا لا مش صح هوج مظبوط يا جماعه لا القبضه تبعت حسين يا جماعه خذها يلا جوله في جوله وتعال فاصله جحفله جولتين بس تكفى حط اغاني كويسه اغاني بيض لاني متكل عليك اخوي اغانينا احنا حط اغاني اللي بدك اياها انت احنا ما بهمنا يلا فك جوله ما عندي سماعه ولا بفك ما عندك سماعه شو اسوي لك يعني نشغل لك اغاني عنك حل عني اذا انت بيض بتعرف تسمع نظف طيب. ذنيك واسمع منيح تكبيس 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 يا عيال تكفون مكبس سعدينك يا حبيبي مكبس ترى جحفل جولتين اوكي ناصر جحفل جولتين احمد شكرا لك شكرا مسلم سلم لك اقسم بالله اخواننا ما راح تقتلوا انا عشان والله ما راح احد وحده بوحده يا عيال تكبيس تكفون ربعي صلوا على النبي صلوا على النبي تكفون ركزوا بالذات ابرار وسام اذا عندكم شيء اخواني حبايبي قلت لكم دبل يعني اضربوا او اضربوا لا قلت اضربوا 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 تعرفوا احنا في دبل تمام لازم نقدم عليهم عشان هم يفقدون الامل نفس ما فقدون الامل قبل شيء في التريبل ابشر بالفوز انتم الفوز والله انتم الفوز انتم الفوز
بس لو يغير أغني حلوة هذه، بس صوت مو واضح. الصوت مو واضح ناصر، الصوت مو واضح. ها صوت عندك مو واضح، ارفع الجوال. ربعي يا ربعي تكبيس سوشي يا ريال. دبل تريبل 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 تريبل. لا لا ايه ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة. 39 39 أبعلمك بعلمك بعلمك يا أبرار. لا قلت لك لا قلت لك بدأ بدأ لقيت بدأ بدأ أوكي دقيقة دقيقة ستوب دقيقة اضربوا بدأ بدأ اضربوا بدأ بدي يا عيال. تريبل 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 لا يفرق بيضربون اخر ثواني في تريبل بيضربون اخر ثواني في تريبل اضربوا في تريبل اضرب اللي يروح دام تريبل لك يا احمد يا احمد أبرار يا تسوين أبرار حي يا أحمد حي. شفتوا هذا سكوركم لو نزلينا في التريبل تدرون كم سكوركم هذا؟ إنك 400,000 سكوركم ذا اللي نزلتوه أنتوا الكايد ووسام وأبرار سكوركم ذا في 400,000 400,000 يا عيال تكفون شدوا 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 مع أبرار شدوا تكفون الفرق بسيط شدوا ترى فادت فادهم تريبل اضربوا 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 يا بعد روحي يا أبرار يا بعد روحي يا أبرار اضربوا يا عيال آخر دقيقة شغلوا 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 لعبكم الثقيل شغلوا 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 يا أبرار أبرار الكايد الكايد المحزن الكايد الكايد اضربوا يا عيال اضربوا اضربوا اخر ثواني اخر ثواني كيف تحمل طوبل على الثانيتين اخر ثواني اخر ثواني سعدينك يا اخي لو والله فكنا من التريبل بس بس لو والله فكنا من التريبل وحمدان محمد ابرار صالح سام الكايد والله شكرا والله شكرا والله اصلي والله شكرا من جد شكرا شكرا لك من كل قلب حلفتكم بالله كل كومنت كل كومنت احمد وقلوب ترى الفرق بيننا وبينهم من دعم يا حبيب قلب اخوك ودعم الله يعزك وعلي قدرك واضح ومجمل قسما بايات الله يا رجل اقسم بالله احكامك حبيبي يا سعود احكامك الحكم الاول تروش دقيقتين ها الحكم الثاني تروش دقيقتين الحكم الثاني الحكم الثاني شباب شو اعطانا احكام هذاك اليوم عشان يعني عشان ما نظلمه ما نعطوش اقوى من الحكم الثاني معجون اسنان احكام الوجه اعطي الاحكام اللي انت بيها طيب الحكم الثاني معجون اسنان على كامل وجهك وشعرك الحكم الثالث
أبعرف حكمنا صلخ في تأخير. الثالث شو شباب؟ سام ما تقصر والله يا سام، وجودك أكبر دعم والله يا حبيبي، أي لا في لك بقد السماء والله يا سام. قول استنى قول الحكم الأول شاور شاور دقيقتين تحت الموية، والثاني معجون أسنان على وجهك وشعرك، والثالث قبضة ما يجي على الشعر. طب خلاص قبضة ثلاث دقايق. القبضة قبضة تمام. شوف الصراحة أحمد حبيبك يا حبيبي، أنا نفسي أشوف عندك مستوى. شو؟ انفعك تربل ولا والله ما تفوز. يلا لا تعلب بالله يا رجل. يلا شباب هاي احنا 51 على 54 خلاص بنسامح. الله يسعدك يا أحمد يا حبيب وحمدان شكرا. استعد طيب. الجولة الجاية أوكي؟ إيش؟ استعد الجولة الجاية. شو بدك؟ استعد للجولة الجاية. لا 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 أخذناك رايح جاي بتجيب مسا وبتجيب. لا 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 دقيقة 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 انفعك تربل لا تنسى ترى سكوري أكثر من سكورك بس انت انفعك تربل. اي يلا يلا عيني يلا بتجيب مسا وبتيجي عشان ايش؟ يلا إذا بتنزل قبل الثلاث دقايق بيلغى الحكم. أوكي تمام. كم باقي؟ فاضي كتير. ممكن أريح شوي؟ خلاص انزل بسامحك. شوف شوف كابو كابو سود. يلا تعال. لا لا خلاص أنا ها؟ خلاص خايف؟ خايف قل والله. خلنا نلعب جولة عادة أنا بنفذ أحكام المستوى. تعال طيط عليها ذاك اليوم ها؟ تقول لي تجيب المستوى تعال يلا سلام. خاف يا عيال بس يلا يلا أوكي. عليهم يا إخوان شكرا على البث الخفيف الجميل، أشكر كل من دعم سام الكايد أبرار أبرار يا أبرار الله يرحم لوالديك، شكرا لكم جميعا بالناصر كل الداعمين كل من دعم كل من ساهم كل من كبس كل من كتب كلمة حلوة الله يرحم لوالديكم، شكرا لكم أشوفكم إن شاء الله الصباح ولا الساعة 11 إن شاء الله لايف الله يحييكم. سنابي في البايو تكفوني إضافتكم في سناب، ونسمع قلت لكم اللي عنده خلفية في سناب شات توثيق ومن توثيق يكلمني في سناب. اي لاف لكم الى اللقاء.